فترة أسئلة يوم خدمة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019. ربنا يبارك حضراتكم. قبل ما أبدأ فترة الأسئلة اسمحوا لي بس أوضح حاجة صغيرة، لأنه الكثير من الإخوة الأحباء طلبوا هذا الطلب وأنا اتأخرت عليهم جدا، وأنا آسف أن أي وزريلي way far behind تحميل الموضوعات على الموقع، فأعتذر. اسمحوا لي بس أوضح حاجة، أضفت قسمين جداد للموقع للأسئلة اللي طلبت في الفترة اللي فاتت، فدلوقتي اللي يدخل لموقع دكتور غالي دوت كوم www.drghaly.com، لما توصل لي تحت كلمة جميع المقالات اللي كان بيسأل على الشبهات بتاعت 16 إنسان أو إله مصلوب أو المسيحية أخذت من الوثنية أو هكذا، خلصت معظم الشخصيات، وفي حاجة صغيرة لسه أو حاجة قليلة هحاول أخلصهم وأحملهم، لكن مقدم هتلاقوا هنا أو قدام حضراتكم هل المسيحية مقتبسة من الوثنية، هتلاقوا 57 موضوع فيهم أغلب الشخصيات المزعومة اللي بيدعوا إنهم يشبهوا المسيح في ولاده من عذراء، وإنه اتصلب، وإنه قام من الموت، وإنه مخل، والكذب الكبير ده، وكل الكلام ده غير صحيح بالمرة. فعلى سبيل المثال اللي يفتح الموضوع ده اللي هو 57، هتلاقوا هل المسيحية أخذت من أسطورة برميثيوس، كورينيوس، أوزوريس، حورس، كريشنا، بوزا، أليسيتيس، أندرا، إيتس، إيسوس، زرادشت، سيت، أدونيس، كل دول جايبهم عقيدة عقيدة، المصادر الأصلية للعقيدة، الفكر الأصلي عن هذه العقيدة وبتقول إيه، وتأكيد بالمراجع من أصحاب العقيدة نفسها أن مفيش حاجة تشابه بينها وبين المسيحية. فاللي كانوا بيسألوا عن الموضوع ده وبيقولوا فين بقية الشخصيات للستاشر الادعاء أنه في 16 إله مصلوب، جبتهم بالكامل، أقدر أقول بالكامل لحضراتكم. وسبر حاضر وأخد بركة كبيرة، ولكن يعني حسب الظروف ما كنتش عامل حساب، ما كنتش عارف، فلو أقدر هحاول بأي شكل وربنا يدبر. أيضا في حاجة تانية لبعض الأساتذة الأحباء للي بيسألوا كتير على الحاجات بتاعت الأسرار والطقوس بتاعت الكنيسة واللي بيتسألوا فيها، واللي بقول يعني ارجعوا للموقع بدون يعني، لأن الغرفة هنا غرفة إيمان مسيح وقت اللي هو الدفاعي في الإيمان المسيح، ما بنحاولش ندخل موضوعات طائفية. فلو عايز اللي بيسأل ويقول يا ريت ترد على الموضوع الفلاني، على الموضوع الفلاني من ناحية سر التناول، من ناحية كذا، اللي بيهاجموا كذا، اللي بيهاجموا كذا، جمعته لحضراتكم في الموقع في جزء اسم أسرار وطقوس، هتلاقوا 43 شبهة في أسرار الكنيسة مردود عليها. أوكي، فاللي كان بيسألني في الموضوع ده كتير وبيكرروا مش عارفين نوصل لهم في الموقع، أهم جمعت لكم في قسمين مستقلين ارجعوا إليهم وحتلاقوا فيهم كل الموضوعات، برضو موضوعات النبوات العهد القديم والشبهات بتاعتها جمعتها في نبوات العهد القديم، الموضوعات المتعلقة بعلم الأثار والكتاب المقدس اللي بيقولوا فين أدلة الأثار دي، حناخدها السلسلة كاملة بمعونة ربنا، فيها 111 موضوع، ممكن ناخدها في 111 حلقة أو خدمة وندرسها مع بعض، إزاي روعة علم الأثار اللي أثبت حاجات ضخمة كتيرة جدا في الكتاب المقدس وهكذا. أوكي، فبصوا على الأقسام الجديدة اللي اتحطت في الموقع، حاولت أقسمها على قد ما أقدر عشان الناس اللي كانت بتطالب بالتقسيم أكتر، وحاحاول أشتغل في الموضوع ده أكتر وأكتر، بس صلوا للوقت، آسف طولت على حضراتكم، أتمنى بالطريقة دي اللي خاصة كان بيسألني بالطريقة دي أكون أنا آسف تأخرت عليه، ولكن يعني late better than nothing anyway. أستاذة very old woman، بركة كبيرة وأبدأ الأسئلة، ولكن اسمحي لي أستاذ الحبيب صامويل، أنا لي كتير قوي ما سمعتهوش، وحشني وبركة كبيرة وجوده معانا، فاسمحي لي أسمع أستاذنا الحبيب صامويل واخد سؤال حضرتك مباشرة، أستأذن حضرتك اسمحي لي بهذا الأمر. أستاذنا الحبيب صامويل المايك مع حضرتك. أخي الحبيب الغالي دكتور غالي، ربي يبارك في نعم وسلام، يا رب يسوع المسيح لكم جميعا، شكرا لكم عزيزة في العطور. لو تسمح حضرتك ان انا اسال سؤال مش في موضوع الدروس، انما هو في موضوع
يطور نفسه. هو سؤال زي العادة نقله عن صديق ليا في أثناء النقاش. حضرتك تعرف إن المسلمين زي عدنان إبراهيم وغيره بيدعوا إن البيج بانج ثيوري لا استجابة للإسلام، وده مش عايز أتكلم عليه. إنما الشيء اللي أدهشني يا دكتور إن في كنائس مختلفة ورسالة في أمريكا، في ألمانيا، وفي بعض الدول في جنوب أمريكا، وبعض الكنائس العربية أيضا بدون أن أذكر من أي طوائف بيدعوا. يعني أنا سمعت في يعني القسيس جاي من جنوب أمريكا وسمعت له وعظة، وعظة جميلة جدا والإنسان مؤمن رائع، بس فوجئت. هو يعني هو كان عالم بيولوجيا، او كان يعني درس بيولوجيا وبعدين درس لغوي. فهو في الوعظه بتاعته كان بيقول يا دكتور ان احنا ممكن ناخد البيج بانج ثيوري على اساس ان العدد الاول في كتاب موسى الاول في البدء ان هو دي ان هو في البدء هذا ان هو ما بيقصد. فبيحاول ان هو يعني يحشر لمقصد الكلمه. يعني أنا معجب بالراجل جدا ومتأكد إن هو يعني إنسان ممتاز، وكلامه عن المسيح يعني ممتاز بشكل غير معقول وإيمانه واضح جدا. بس المشكلة إن هو دايما كان يعني دخل موضوع التطور ده بحيث إن هو يعني زي ما بتقول مش عارف أقول إيه، يعني قاعد بين الكراسي من ناحية السلوكين التطور. ما هو سنة الرب غير سننا وهكذا. انا عايز اعرف راي حضرتك، هل سمعت انت في بعض الطوائف او في بعض الكنائس اتجاه مسيحي مش اسلامي ان هو يعني يحاول ان هو يعمل توافق ما بين البيج بانج وبعض جوانب من نظريه التطور على المسيحيه، ولا دي حالات فرديه انا شفتها في عده اماكن مختلفه؟ أرجو أن يكون السؤال وصل. بسيب حضرتك المايك. تفضل حضرتك. أشكر حضرتك جدا أستاذ الحبيب صامويل، بركة كبيرة، وأنا يعني أتليست فرحان بسماع صوت حضرتك. أنا حقيقي وحشتني، وشيء رائع أنه على الأقل نطمئن على صحة حضرتك. بالنسبة للنقطة اللي حضرتك بتقولها ومحاولات التوفيق ما بين النظريات دي وما بين الكتاب المقدس، أولا دي لا تؤثر في إيمان الإنسان. يعني ممكن الشخص اللي بيؤمن بالبيج بانج وبيؤمن بالرب يسوع المسيح والكتاب المقدس وبيحاول يوفق ما بين الاثنين، ده ممكن يكون إيمانه أحسن مننا بكتير. أنا لا أشكك في إيمانه على الإطلاق، وده لا يؤثر على خلاصه، لكن هو فقط مفهوم خطأ للكتاب المقدس. يعني ده لا هو هرطقة ولا بدعة، ولكن ده ما يسمى رأي. كويس أستاذ الحبيب، فدي لا أشكك في إيمانه ولا تبشيره في نقط تانية كتيرة جدا. أنا فقط النقطة اللي هو بيتكلم فيها، النقطة اللي بيتكلم فيها دي مع كل احترام لشخصه وهو أفضل مني بكتير، لكن النقطة اللي قالها دي خطأ. أولا لا يوجد فاصل ما بين تكوين واحد واثنين، وهطلع إمتى ظهر هذا التاريخ. النقطة التانية، ده يطلع الرب يسوع المسيح في كلامه بدون ما يقصد هذا المبشر كده الرب يسوع المسيح غلطان وكانش مش فاهم بيقول ايه، لانه ما كانش فاكر ساعتها البيج بانج. طبعا ده غلط تماما، ما ينفعش، وحوضح ليه، ومعلمنا بطرس الرسول وهكذا، لانه الكتاب المقدس واضح جدا في البدء خلق الله السماوات والارض. برشيد برا الوهيم اتها الشمايم واتها ارض، السماوات والارض، ده في تكوين واحد. البيج بانج اللي هو بينادي بيها بتنادي انه السماوات خلقت من 13.7 من 10 مليار سنة، والارض خلقت من 4.6 من 10، او كونت من 4.6 من 10 مليار سنة، يعني بفارق ما يقرب من 8 مليار سنة، مش مع بعض في نفس اليوم. حتى لو حنقول اليوم حقبة، ده احنا بنتكلم على ما هو اطول من ذلك بكثير. الحاجة التانية، لو حتى عرف يخرج من المأزق ده بهذا الادعاء ما بين عدد واحد واثنين، طب هيعمل ايه في بقية المأزق؟ الكتاب المقدس بيتكلم على انه ربنا خلق النباتات في اليوم الثالث،
بناء على التطور؟ لا، الحيوانات بدأت والمملكة الحيوانية بدأت قبل النباتات. ليه؟ لأنه قبل ما تظهر النباتات على سطح اليابسة كانت الأنيمالية ظهرت وبدأت الكائنات المتحركة المائية. لأن في فترة كامبريان إكسبلوجن من 540 مليون سنة، لما بدأت الكائنات الحيوانية البحرية المتحركة، كانت النباتات لسه ما ظهرتش. بدأت الخلايا، وحيدة الخلية النباتية، ولكن النباتات والأشجار والأثمار والكلام ده بعدها بكتير. طب هيعمل إيه في المأزق ده؟ فده مش هينقذه إيمانه بالبيج بانج. لو فوتنا دي، طب الطيور ولا الزواحف؟ ما هو في اليوم الخامس الكائنات المائية، الحيوانات المائية، وأيضا الطيور، ولا طير على وجه السماء في اليوم الخامس. يوم السادس في الحيوانات البرية. التطور بينادي بالعكس. أنا ممكن أقدم 60 مثال بنفس الطريقة، لا يوافق الكتاب المقدس فيها الترتيب اللي بيقدمه كل الإيمان بالبيج بانج والتطور وهكذا. أجي للنقطة الثانية، ودي إشكالية أكبر وأكبر. هو بيحاول يوفق البيج بانج مع الكتاب المقدس، وينادي إن الكتاب المقدس يعني شبه قال البيج بانج بطريقة مختفية. طيب بالنسبة للناس اللي بيدرسوا في هذا المجال واللي شايفين عارفين بيتصاعد جدا رفض العلماء للبيج بانج هذه الأيام، وحاليا احنا في مرحلة زمنية البحث العنيف عن نظرية بديلة للبيج بانج التي بتنهار، وحاليا يميلوا أكثر لنظرية أحدث تسمى البيج باونس، عشان لما تنهار البيج بانج ما يضطروش يعترفوا بالخلق فيكون عندهم البديل البيج باونس. ان ما فيش حاجة اسم الكون ليه بداية، لا، انكماش وتمدد، انكماش وتمدد، بيج باونس. عارف زي حاجة باونسينج، باك اند فورس، تتمدد وتكش، تتمدد وتكش وهكذا. ده اللي بدأوا ينادوا بيه، وبدأوا العلماء في الأوساط العلمية المتخصصة يتخلصوا من البيج بانج ويستبدلوها بالبيج باونس. طيب طالما احنا قلنا ده الكتاب المقدس فل وتنبأ عن البيج بانج واتكلم عنها، وايه عرفنا نبشر، عرفنا نثبت ان الكتاب المقدس متماشي مع البيج بانج، فالبيج بانج تنهار. يا اما هنطلع نقول اوبس سوري، يا اما كمان يبقى كتابنا المقدس غلطان، ولا ايه رأي حضرتك؟ فكارثة اللي بيحاول يوفق الكتاب المقدس مع الفرضيات، لأنه بفرق ما بين العلم الفرضيات والعلم المثبت الملاحظ المختبر. طيب العلم ده وخاصة الجزء الفرضي فيه متغير، ده متغير ديلي. هل يا ترى هنفضل نغير الكتاب المقدس باستمرار علشان نوفقه مع الفرضيات المتغيرة؟ فنشكر ربنا أن كتابنا المقدس لا يتماشى مع هذه الفرضيات المتغيرة. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، وهي يعني مش بدون ما أطول فيها، لكن يمكن شرحتها زمان في من 6 سنين ونص لما بدأت مقدمة الرد على الإلحاد والتطور، وضحت الإشكالية المسيحية للأسف لما بدأت تظهر محاولات الهجوم على الكتاب المقدس في عصر الثورات اللي بدأ الثورة الفرنسية والثورة الألمانية والثورة الأسبانية وهكذا وهكذا، وبدأ بعض رجال الدين في أوروبا، ومش هنداري التاريخ، يستخدموا الكتاب المقدس خطأ ليقمعوا الثورات لصالح الحكام، فالشعب بدأ يثور زيادة، وبعض من قادة الثورات كان هدفهم الأساسي أنه يتخلص ويثبت أن الكتاب المقدس خطأ علشان الثورات تنجح أكتر وأكتر ضد الملوك الظلمة. فإيه اللي حصل؟ بدأ يطلعوا كتاب مشهورين من الحماسيين الثوريين يقولوا الكتاب المقدس ده غلط، ولكن بدأ بعض العلماء الملحدين يصطادوا الفكرة دي ويحاولوا يقدموا أدلة زي هوتن وتشارلز لايال وي 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 والشلة دي كلهم اللي اتكلمت عنها. للأسف بعض المسيحيين في هذا الزمان لما طلعت هذه العلوم الخادعة، وما كانش حد لسه اتأكد منها لكن اتشهرت بسرعة شديدة جدا بسبب تمسك الكثيرين بيها لأن ده اللي كانوا عايزينها، بدأت يحاولوا المسيحيين يخترعوا نظريات تتماشى معها. فلما ادعوا أن عمر الكون وعمر الأرض أطول بكتير من العمر اللي بينادي بيه الكتاب المقدس، بدل ما نبتدي احنا نفحص بنفسنا ونقول طب قدموا الأدلة ودبل تشيك ونراجع عليها والكلام ده، وخاصة الكنيسة الكاثوليكية كانت ملطوطة بموضوع
اسمه مين ده، بعض الحاجات اللي كانت بتحصل في الغرب، والكنيسة الأرثوذكسية كانت إلى الأسف معزولة عن هذا المجال تماما بسبب قيود الإسلامية البشعة اللي كانت مقيداها. والكنيسة الإنجليزية اتقسمت نصين، بعضها كان بيحاول يتماشى مع العلوم الحديثة علشان الخلاف ما بينه وما بين الكاثوليكية. فأنا بلوم الثلاثة، أنا مش ببرأ حد من الثلاثة على فكرة، باي ذا واي، رغم ان انا اشر من الكل، لكن anyway بدات تظهر نظريات بدون اي اساس لتفسير الكتاب في هذا الامر. اول نظريه اللي طلعها توماس تشالمرز اللي هي نظريه الجاب ثيوري، ان يوجد فاصل زمني، وهي من اسمها جاب، فاصل زمني، جاب ثيوري، انه ربنا خلق الكون بالبيج بانج وات ايفر، وبعد كده حاصل فاصل زمني في الكتاب المقدس قبل ما ربنا يخلق بقية الكائنات في 6 أيام، وعشان كده الحفريات القديمة قبل الخليقة 6 أيام، اللي هي الفاصل الزمني، بالفاصل ما بين عدد 1 و2. وللأسف كثيرين يؤمنوا بهذا الكلام حتى الآن، لأنهم ما يعرفوش أنه الحقيقة الكلام ده طلع غلط. بعد كده طلعت نظرية تانية اللي هي الدي ايج ثيوري، نظرية أنه اليوم ده مش يوم، رغم أن الكتاب المقدس أكد أنه تعريفه يوم، لكن اليوم الحقبة، اللي هي بواسطة هوج ميلر، انه 6 ايام دول مش 6 ايام، دول 6 حقب، رغم ان هي برضه حتى لو مشيناها بالطريقة دي مش هتنفع. النظرية الثالثة اللي هي الجاردن ثيوري، اللي هي 6 ايام الخلق ده كانت جوه الجنة، وبعد ما اتخلق كل حاجة آدم عاش في الجنة فترة طويلة قوي 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 قوي، ملايين ومليارات السنين، اثناءها التطور كان بيحصل بره الجنة. وبعض المحاولات الشهيرة البارالل ثيوري والفريم ورك ثيوري والريفيليشن ثيوري، نظرية ان هو التهيؤ فقط، وكما لو كان الخلق ده حلم الآدم، والبروجريسيف كرييشن ثيوري، ووصلنا دلوقتي السيمبوليك ثيوري، وكمان اللي وصلوا ان هو يقولك أدب أسطوري، ودي كارثة ان حد يقول كتابنا بيكتب أدب أسطوري، دي كارثة، يعني بيعترف ان كتابنا أساطير. فكل ده كانت محاولات خاطئة للتراجع. وأخطر حاجة أستاذ الحبيب أستاذ صامويل، أن أنت تتراجع أمام الشيطان اللي بيهاجم كتابك، وانس فتحت له الباب وبديت تتراجع، أنت خلاص خسرت المعركة. مفيش حاجة اسمها تتراجع، ده أنت تتقدم. أبواب الجحيم لن تقوى علينا، مش إحنا اللي نتراجع. كان المفروض على طول المسيحية القوية، كانت وعلمائها كانوا أقوياء في هذا الزمان، وكانوا بيقدموا أدلة قوية. كلام لويس باستير العالم المسيحي الرائع وكم ضخم مثاله، ده كان يطحن التطور ويفنيه تماما جملة وتفصيلا من بدايته. مندل عالم الفضاء الشهير، كوبرنيكوس وغيره وغيره وغيره، دول كانوا يدمروا كل العلوم دي، بس كانت كنيسة تمسك في كلامهم وتقول لا، ده رد العلماء المسيحيين، كلامكم غلط، وكان تدمر كل علوم التطور بجمال جملة وتفصيلا. لكن الكنيسة لا لا لا، احنا ملناش دعوة، طب نحاول نوفق. لا، ما نوفقش كده، هدفه الأساسي ان يخطئ الكتاب، فنحاول نوفقه مع كتابنا المقدس. ده للأسف اللي حصل، خدنا خطوات خلفية على الأقل. طب حق، جيب أدلة الاثنين وحط الاثنين قصاد بعض، وارسل ناس تحقق بنفسك. يعني نعتمد، انت عارف كل الكذبه بتاعه تشارلز لايالو دي اكبر كذبه كانت او اول دليل اتقدم من الارض اقدم من العمر اللي بينادي بيه الكتاب المقدس 6000 سنه، قدمها تشارلز لايالو. عارف كانت ايه؟ كانت كذبه شلالات نياجرا، اللي شلالات نياجرا طولها 35000 قدم، وبتتاكل بمعدل قدم في السنه، يبقى عمر شلالات نياجرا 35000 سنه. كده اثبت خطا الكتاب المقدس بدليل واضح. بعثة كانت تطلع تعرف ان هذا الكذاب المحامي اللي اسمه تشارلز ليال، اللي بيكره جدا الكتاب المقدس وكان هدفه تدميره بهذه الطريقة، وزي ما قال لأخته انا هدفي ان انا ادمر التاريخ الموسوي، تطلع تزور المكان ده شلالات نياجرا. بعثة واحدة تطلع تعرف ان قالوا له من 3 لـ 5 قدم في السنة، والكذاب حطوا قدم في السنة عشان يغطي الكتاب، وكان انتهى الموضوع تماما. تشارلز ليال ده اللي خدع تشارلز داروين وخلاه يفقد إيمانه، وتشارلز داروين طلع لنا بنظرية التطور، كان الموضوع ده انتهى تماما من ساعتها. هذا اللي حصل أستاذ الحبيب صامر، ولازلنا حتى الآن الكثير مننا بيحاول لسه يتبع نفس الأسلوب. يلا نتراجع،
يلا نحاول نوفق، يلا معلش نقول الكتاب يمكن مش قاصد، يمكن مش عارف ايه الكتاب. لا، كتابنا واضح وصريح، ولا خلطة للظلمة مع النور. ده باختصار. آسف جدا طولت، ربنا يبارك حضرتك أستاذ الحبيب، ويكفي إن أنا سمعت صوت حضرتك النهاردة بركة كبيرة. وتاني، كل اللي أنا قلته ده أنا لا أشكك في إيمان هذا المبشر، ده أكيد أحسن مني بكتير جدا، أنا ما أجيش فيه حاجة، أنا فقط في مفهومه في هذه النقطة بخطأه فيها فقط. ربنا يبارك حضرتك أستاذ، أستاذة فيري أولد وومن، عشان أتجه للأسئلة أونلاين الرائعة الكثيرة. اتفضلي المايك مع حضرتك. أول ما عايزة أشكر حضرتك، أنا الحمد لله المرة اللي فاتت عرفت أرجع للفايل بتاع الأسفار القانونية المحجوزة، وأنا شكرا حضرتك جدا إنك تحملتني، معلش أنت عارف كبار السن اللي زينا ما بيعرفوش أوي التكنولوجيا الجديدة دي. نمرة اتنين، أنا كان ليا بركة وخدت بركة حضرتك في المحاضرة بتاعت يوم السبت بتاعت تناقض الأناجيل الأربعة، وكان حظي حلو حضرتك قعدت بعض المعلومات انا ما كنتش حضرتها مع حضرتك قبل كده، انا جديده معاكم فاخدت بركه كبيره. بس ليه تعليق، هو اللي بيتكلم على تناقض الاناجيل ممكن ببساطه نرد عليه ونقول له ارجع لروايه ميرونار بتاعت نجيب محفوظ وشوف هو كاتبها ازاي. هو كاتبها كل واحد بيحكي الروايه من وجهه نظر، ففي احداث بتتلاقى واحداث ده بيذكرها وده ما بيذكرهاش. ده أبسط مثال لحكاية الأناجيل الأربعة، وكانوا ملاك ولا ما كانوش، كانوا أكتر من ملاك. الرواية دي متهيألي دليل حلو، أكيد حضرتك عندك فكرة عنها، إزاي لما الواحد بيحكي حدث كل واحد بيحكي الحدث من الزاوية بتاعته. ده أو حاجة اللي كنت أحب أقولها. كمان أنا عندي سؤال، هو في موقع على الفيسبوك كان حمل فيلم تسجيلي بيقول ان جبل موسى اللي اخذ عليه الشريعه ده موجود في السعوديه، وصوروا جبل انه بيقول لك الطب بتاعه كانه محروق وحاجات زي كده، ده بيتماشى مع اللي اتقال في الكتاب المقدس ان كان الجبل كان طالع منه دخان. فانا مش عارفه هو جبل موسى ايه حكايته اللي موجود في سيناء ده، ايه حكايته؟ وجبل حريب، حريب دي فين بالظبط دلوقتي؟ ده سؤالي لحضرتك، وشكرا جدا لسعاد صدرك والمايك فيه. اشكر حضرتك جدا استاذه فيري اولد وومن، ربنا يبارك حضرتك على كل الكلام اللي قلتيه، وفي النقطه اللي قلتيها في تاكيد ان مفيش تناقض، كل واحد بيحكي بطريقه تكميليه، وده اللي حاولت اشرحه لقد ما اقدر. وحضرتك ذكرت مثال مهم يوضح زي موضوع قصه نجيب محفوظ، بركة كبيرة. على فكرة مش بس قصة، يعني هنقول ده واحد مؤلف بيكتبها، ده أنا أقدر أقدم تجربة عملية. عارفة حضرتك إن في تجربة تمت على اتنين حاصلين على الدكتوراه، عشان ما نشككش في مستواهم أو ثقافتهم، في التاريخ الاتنين في أمريكا كان سنهم في الستينيات، والاتنين كانوا موجودين وحضروا الأخبار وشافوا الفيديوهات في حادث مقتل جون كينيدي. الطلب من الاثنين يكتبوا بحث عن مقتل كينيدي اللي تم في حياتهم، شافوه بعينيهم في الفيديوهات، واللي قدموه كان بيه اختلافات كثيرة جدا في الديتيلز، رغم ان الاثنين صادقين والاثنين مثقفين والاثنين حصل في حياتهم وشافوه بعينيهم في الأخبار صوت وصورة. هل الاختلافات كانت تناقضات؟ مش حكاية تناقضات، لكن مستحيل الاثنين يتفقوا في كل التفاصيل. لو الاثنين اتفقوا في كل التفاصيل معناهم كذابين. دي بقى تجربة مش قصة بواحد بيألفها، دي تجربة عملية على الاثنين الحاصلين على الدكتوراه في التاريخ دول في قصة اغتيال جون كينيدي، ودي متسجلة. طبعا مش عاملينها عشان الأناجيل، لكن دي حاجة حصلت. فده الموقف، مش موضوع تناقض، لكن الإنسان المحايد بيشوفه إزاي تكميل، وده فعلا صحيح ويناسب الواقع. الإنسان اللي بيبحث بأي طريقة لكرهه للكتاب المقدس أي حاجة يقول لك ده تناقض علشان كرهه للكتاب المقدس. أشكر حضرتك جدا. بالنسبة لسؤال حضرتك، ولو تسمحي لي افتحي الدايركت بودكاست عشان أنا فتحت جوجل إيرث أوضح لحضرتك،
الموضوع ده يمكن درسناه من قرب 10 سنين فاتوا في بدايات الخدمة بتاعتي في الغرفة الرائعة الجميلة دي اللي لينا دلوقتي أكتر من 10 سنين في خدمة يوم الثلاثاء. وقدمت رحلة الخروج بتاعت موسى النبي، وبالفعل خطأ تحديد جبل سيناء اللي هو جبل سانت كاترين إن هو المكان ده خطأ تم في القرن الرابع الميلادي. جبل موسى، جبل حريب، ده لأن سيناء حتى ما كانش اسمها سيناء حاليا، في هذا الزمان كان اسمها أرض الفيروز. أما جبل حريب كان في أرض مديان، وده متسجل بوضوح في الكتاب المقدس، والمكان اللي كان موجود فيه موسى واللي ربنا قال له هتجيب الشعب وتسجد في هذا المكان مرة تانية، جبل حريب في أرض مديان، في المكان اللي بيرعى فيه غنم حماه يثرون في أرض مديان. أرض مديان دي اللي هي في جنوب الأردن أو في جنوب مؤاب وهكذا، اللي هي للأسف حاليا بقت في حدود السعودية الشمالي. طبعا الأرض الحجاز ده كانت جنوب جبال الحجاز، ولكن السعودية لما توسعت دلوقتي بقت أرض مديان في حدودها الشمالية. فاللي عايز يوضح، آدي جوجل إيرث قدام حضراتكم، ونيجي للمنطقة، آدي سيناء، وأحوريكم الصور حتى الآن موجودة، للأسف احتمال قريب جدا الآثار دي تتدمر واتكلمت عنها. فشعب إسرائيل عبروا أمام في خليج العقبة أمام نويبع طابة في هذا المكان، وده اللي فيه جسر مائي بالفعل، رياح تشق المياه بالمعجزة اللي عملها ربنا. وآدي مكان إليم، وبدقة موجود حتى الآن إليم بالنخل والآبار اللي موجودة حتى الآن. فعبروا من هنا ووصلوا إلى إليم، ومن إليم لغاية ما وصلوا إلى رفديم، والصخرة رفديم حتى الآن موجودة بما فيها الأثار في هذه الصحراء الجرداء لوجود مياه ضخمة كانت تنزلق من هذه الصخرة في هذا الوادي. وآدي صخرة إليم حتى الآن موجودة في رفديم. آدي صخرة حريبة اهي قدام حضراتكم اهي. آدي صخرة حريبة في هذا المكان المشقوقة. فالموضوع معروف فين ومكانه فين، والأثار موجودة حتى الآن. طيب ده يمكن أي صخرة مشقوقة أو خلاص، ده كمان حتى أثار القاعدة بتاعة المكان اللي كان آسف اسمه إيه الألتر اللي هو المذبح اللي موجود في قاعدة جبل سيناء، وبقية الأثار كلها موجودة في هذا المكان. آدي جبل اللي هو سيناي أو الجبل الشوكي اللي في حريب في مديان، أو جبل حريب اللي في مديان اللي للأسف دلوقتي بقي في حدود السعودية منع زيارته. وآدي فعلا المكان اللي الكلام ده على فكرة أنا قلته من فوق 10 سنين وشرحته بالتفصيل بأدلة وأبحاث علماء بالمراجع. آدي أثار 12 عمود اللي أقامهم موسى في هذا المكان. على فكرة الموضوع بيتغير بسرعة، لأن المكان ده كان مليان، لما تفتحي جوجل إيرث بالصور دلوقتي حاليا الصور اتشالت، وقريبا الأثار دي كلها هتتهد، لأن السعودية مش عايزة الأثار دي مرة تانية، مش عايزة يكون لها أي وجود. فقريبا حتى الصور اللي كانت موجودة على جوجل إيرث هتنتهي. وآدي حتى الآن القاعدة بتاعت العجل الذهبي المتصورة في مديان قرب جبل حريب، المكان اللي أقاموا عليه العجل الذهبي، ولا تزال حتى الآن النقوشات بتاعة العجل الذهبي من 3500 سنة في هذا المكان، ولكن ممنوع تماماً أن حد يقرب ويصور في هذه المنطقة، وحتى الصور على جوجل إيرث اتشالت. وعلى فكرة دي اتشالت فيه، فاكرين لما قلت لكم الخبر بتاعة السعودية ناوية تشيل المكان ده تماماً وتبني مكانه حاجة مختلفة، مناطق سكنية وهكذا. من بعدها بدأ جوجل إيرث يشيل الصور اللي كانت موجودة واللي كنت بعرضها لكم، وبتابع أنا باستمرار الموضوع ده. فقريبا كل الأثار دي هتلاقوها فجأة اختفت من على جوجل إيرث. فده المكان ده صحيح، لكن للأسف ما يقال عنه في جنوب جبل في جنوب سيناء دي مش دي ما كانش اسمها سيناء زمان، وده مكان خطأ، وده اللي لا يوجد فيه أثار.
عشان كده لما بيهاجموا رحلة الخروج يقولوا إن هي أسطورية، بيهاجموها من ناحيتين، بيهاجموها في الزمان وفي المكان، متحدد مكان خطأ فأكيد مش هلاقوا أثار، ومتحدد زمان خطأ القرن الـ13 وأكيد في القرن الـ13 مفيش أثار. ليه؟ لأن رحلة الخروج في القرن الـ15 قبل الميلاد، مش اللي بيدوروا فيه الـ13، وفي مديان وليس في جنوب سيناء. ده باختصار، مش هنفضل يعني آسف، طبعا بحب جدا جدا دير سانت كاترين، محدش يفهمني خطأ، ولكن مش ده المكان اللي حصل فيه رحلة الخروج، ولا التيه ولا قصة العجل الذهبي ولا الكلام ده كله. فأم سوري، أنا مش هتماشى مع حاجة خطأ. وده اللي أنا مستغرب له، أن جوجل إيرث وآدي قدام حضراتكم بقيت الصور، الأماكن كلها موجودة فيما عدا كل الصور الكثيرة اللي كانت موجودة لصخرة حوريب ولقاعدة العجل الذهبي، كلها اتمسحت من على جوجل إيرث قدامكم، اتمسحت. وغريب، وقريبا هتلاقوا الأثار دي اختفت وملهاش أي أثار، واختفت تماما وكده، عشان يبقى فعلا رحلة الخروج رحلة أسطورية ما حصلتش. ده باختصار. ربنا يبارك حضراتكم. أكمل الأسئلة أونلاين علشان اتأخرت جدا على أساتذة الأحباء، وشكرا للأستاذة Very Old Women على الأسئلة بتاعت حضرتك. ربنا يبارك حضرتك. سؤال من الأستاذ ماستر بيقول، قال فلان بدون ذكر أسماء، النسخة المئوية لترجمة الفان دايك وضعت ملاحظات لبعض الكلمات وقالت أنها لا توجد في أقدم المخطوطات وأصحها، أي أنها مالت للنقدية، فهل هذا صحيح؟ طيب، أولا أستاذ الحبيب، لا مش للدرجة دي. نسخة فان دايك ليها أكتر من هيئة تولتها، يعني نسخة فان دايك اللي قام بيها عال وسميث فان دايك، سميث وعال، نسخة فان دايك دي اللي هي تمت 1800 وشوي، وهذه النسخة تقليدية ومرجعيتها النص التقليدي Received Text المسلم، واتكلمت عنها بالتفصيل في ملف الترجمات العربي وتاريخها وهكذا. لكن نسخة فان دايك حاليا، أي حد بيمسك نسخة فان دايك وبيغير اللي هو عامله، بينزل نسخة فان دايك مع تعليقات أو تعديلات أو whatever. ما في بعض المواقع نزلت نسخة فان دايك وشالت كلمة الله وحطت مكانه إلهيم، أنتوا عارفين حضراتكم ذلك. في ناس تانيين خدوا نسخة فان دايك وحطوا عليها التعليقات بتاعتهم زي ما هم عايزين، وأيوة بالفعل البعض حط تعليقات نقدية، لكن ده لا يؤثر في نسخة فان دايك ونصها. فده لا يعني، لا النسخة نفسها ما مالتش إلى الأسلوب النقدي، لا نسخة فان دايك كل مؤسسة بتاخدها دلوقتي وبتحط سواء هوامش سواء تعليقات أو whatever، ده هم اللي هم يعملوه، كل واحد حر في اللي بيعمله. ولكن نسخة فان دايك لا تزال بالنسبة لرأيي، كل الترجمات العربي جميلة وحلوة جدا، ولكن هي أدق أسلوب لأنها ترجمة ديناميكية، وأفضل مرجعية لأنها تعتمد على النص التقليدي المسلم. ده باختصار. فلو خدتها مؤسسة وبدأت تعيد طباعة، لكن هذه المؤسسة بدأت تحط تعليقات أو هوامش واتفر، ملناش دعوة بالكلام. ربنا يبارك حضرتك جدا. سؤال حضرتك التاني، ما وضع الفيروسات في التطور؟ يمكن كنت اتكلمت في القسم السادس عزيزي أستاذ ماستر على مشكلة الفيروسات للتطور، وخدت عنها كذا حلقة، فارجع للقسم السادس والفيروسات وهتلاقي الموضوع تفصيلا. لكن اللي هقوله لحضرتك دلوقتي باختصار شديد، الفيروسات تمثل مشكلة كبيرة للتطور. ليه؟ يوجد عدة نظريات أو عدة فرضيات بيحاولوا يقولوها. المحاولة الأولانية أنه كان يقول أن الفيروسات مصدر للحياة لأنها نص حي ونص ميت، فشل تماما، لأنه الفيروس ما يقدرش ينقسم ذاتيا، هو أهم شرط موضوع عشان الجد اللي بدأ الحياة يكون self-replicating، ينقسم ذاتيا، لأن ما معهوش كائن حي تاني يساعده أن هو ينقسم. وطبعا هذا الشرط لا ينقسم على كل الفيروسات العملاقة، لأن الفيروسات يعني ما تنقسمش ذاتيا، ما ينطبقش عليها شرط ان هو to be self-replicating organism او molecule. فعارف طلعوا بالنظرية البديلة ايه او الفرضية البديلة ايه لمصدر الفيروسات؟ قالوا الفيروسات يمكن تكون جت من الاختزال او التطور العكسي. يا سلام، يعني التطور كان ماشي بالعكس، يعني بين قوسين تدهور، ده اللي قالوه. فقالوا انه الفيروسات قعدت تخسر 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 لغايه ما بقت بالمنظر ده، فخسرت الاعضاء اللي كانت فيها وخسرت السيتوبلازم بمكوناته بي بي بي، وقعدت بس
الدي ان ايه اليتيم المسكين الغلبان لوحده اللي يفضل يدور على خلايا يدخل فيها. طبعا الكلام ده خطأ تماما، لان الدي ان ايه او الار ان ايه حسب النوع الفيروس الموجود في كل فيروس غاية في الروعة في التصميم والدقة، وكان ليه دور إيجابي، ولكن للأسف بسبب التدهور 3% من الفيروسات له دور سلبي اللي بيسبب الإصابات. تعرفين من الفيروسات كلها الفيروسات المعدية أو المرضية هما 3% بس، والباقي فيروسات ليها أدوار مفيدة على فكرة، وده اتكلمت عنه برضو بالتفصيل. لكن بالنسبة للنظرة الخلقية برضو اتكلمت عنها إنها إزاي رائعة جدا في تصميمها، وكان ليها دور إيجابي مهم جدا في نقل بعض المعلومات في سبب حماية، وأيضا في البالانس اللي بيحققه ربنا. أخويا الحبيب اللي بعت ويسبر، ربنا يباركك، كل الأساتذة الأحباء اللي بيسلموا، أستاذ هولاك وكل الأساتذة الأحباء. كويس؟ فالفيروس اللي بيحافظ على البالانس بتاع البكتيريا، والبكتيريا بتحافظ على البالانس بتاع الفطريات، والفيروس بيحافظ على البالانس بتاع الفيروس والبكتيريا أيضا والفطريات، هكذا اللي احنا بنسميها كلهم مع بعض نورمال فلورا. فليها دور إيجابي مهم جدا مناسب جدا الخلق، وخاصة لما تكلمت على ما يسمى بالإندوجينوس ريتروفيروس، وإزاي ده أثبت أن كل الادعاءات اللي بتتقال على الفيروسات خطأ. لكن حتى الآن الفيروسات ليس لها تفسير واضح جت من فين، لأنها ما تنفعش تكون بداية الحياة، والفرضية الهزلية أنها نتيجة اختزال من كائنات دي فرضية هزلية مش نافعة تماما مع التصميم الرائع المناسب للفيروسات. ده باختصار شديد جدا. البعض على فكرة طلع بنظرية قال لك البكتيريا أو البروكاريوتس والفيروسات بدأوا مع بعض. احنا كده اصبحنا انه بدل ما جد مشترك اللي بدا الحياه يشبه البروكاريوتكس او يشبه البكتيريا، هو اللي طلع من الشوربه العضويه وبدا ينقسم ذاتيا وتطور لغايه ما كون كل الاجناس. اصحاب النظريه دي بيفترضوا انه في جدين بداوا مع بعض وكان لازم يكونوا الاثنين مع بعض. تخيل بقى احتماليه، اذا كان احتماليه غير محتمله بالمره، ان الجد ده اللي بدا من شوربه عضويه يكون بدا يكون حي. ده احتماليه اصلا غير محتمله. فتخيل بقى لما انا عايز الاحتماليه دي تكون متضاعفه، ان كمان يبدا معاه جد تاني لوحده، بس الاثنين يكونوا معتمدين على بعض من الاول، دي كارثه لوحدها. فالفيروس في الحقيقه كارثه للتطور حتى الان للي يدقق، بس ما ياخدش عناوين النظريات اللي بيقولوها، لكن يدقق في التفاصيل ويعرف ان ازاي هي اكشوالي تثبت التصميم والخلق. اشكرك جدا استاذ ماستر، ربنا يبارك حضرتك. استاذ صليبة من اليوتيوب بيسأل، بيقول الوعاظ في الغرب يتحدثون الآن كثيرا عن آخر الزمان، وجميعهم يربطونه بعودة إمبراطورية روما للحياة مجددا كما وصفها دانيال 2، وأنها ستكون خليط شعبين أوروبي وعربي وستحكم ستحكم من أوروبا. هل هذا صحيح؟ أشكرك جدا أستاذ صليبة، ولكن في وعاظ كثيرين في الغرب بيقولوا بهذه الطريقة، لكن ما أقولش ما يعني أنا يمكن لا أقبل موضوع أن هم جميعهم. لا، البعض بيفسر سبع جبال، على فكرة مش لازم تكون روما. البعض قال سبع جبال أورشليم، والبعض قال أورشليم اللي هي الثلاث جبال والمناطق المحيطة، البعض قال سبع جبال في مكة، وهكذا، وفيها فرضيات كتيرة. فلا، ده ليس التفسير الوحيد، وتفسير دانيال إصحاح 2 عليه اختلافات كثيرة، وأيضا اللي هو تمثال نبوخذ نصر وسبع ممالك دانيال 7 ودانيال 8، لا، فيها تفسيرات ومدارس تفسيرية مختلفة تماما، وما أقدرش أقول مين صح ومين غلط، لأنه حدث مستقبلي. كل واحد بيقول يعني اللي بيقوده إليه مفهومه أو تأمله، لكن ما حدش يقدر يقول هو ده التفسير الصحيح. فأنا الحقيقة على سبيل المثال أنا لا أقبل هذا الادعاء. أوروبا هيكون ليها دور، هيكون ليها دور، لكن هل هي عودة إمبراطورية روما بالطريقة؟ لا، بهذه الطريقة لا أعتقد. الأمر هيكون مختلف تماما، وخاصة في اتجاهات عامة عالمية، مش أوروبا، لكن في تكتلات أخرى واتجاهات أخرى أعتقد مختلفة عن ذلك. أشكر حضرتك جدا وربنا يباركك، وأشكرك على سؤالك. سؤال من اليوتيوب، الأستاذ RF بيسأل ما المقصود بعد مرور 1000 عام يحل الشيطان من سجنه؟ أشكرك جدا عزيزي، ويوجد أكثر من مدرسة للتفسير. طبعا المدرسة اللي بتفسر هذا الأمر يعني في المدرسة التقليدية والمدرسة الغير تقليدية. المدرسة التقليدية اللي أنا أنتمي إليها أنه 1000 عام ده رقم رمزي،
بمعنى إيه؟ بمعنى أن المسيح اللي قيد الشيطان من قبل الصليب، ورأيت الشيطان ساقطا، وبعد ما قيده 1000 عام، ده رقم رمزي لما يكتمل قطيع المسيح، كنيسة المسيح. وبعد ذلك في أواخر الأيام قرب الضيقة العظيمة يبتدي يحل الشيطان تدريجيا، زي ما بيتكلم عنه سفر الرؤيا، إن هو الخارج من البئر والدخان كتير اللي يعمل الناس. ده التفسير الأولاني، وده عن نفسي اللي أنا أؤمن به وأرى إن هو حسب مفهومي للأعداد بتاع الكتاب المقدس ده ما يتفق معاه بوضوح شديد. يوجد المدرسة الغير تقليدية واللي أحترمها تماما، ولا يوجد إشكالية في اختلاف الرأي في التفسير النبوي. المدرسة الغير تقليدية اللي بتؤمن بموضوع الملك الألفي، لا، يؤمنوا بأنه 1000 عام ده literally، لفظيا، أنه في 1000 عام ينطبق فيه نبوة أشعياء 11، مش زي ما احنا بناخدها بطريقة رمزية على كنيسة المسيح والمؤمنين، لا، ده بيقولوا بطريقة حرفية أن فعلا الأسد فعلا هياكل تبن، والصاب الصغير يرعى الأسد، مفيش أي إشكالية، ويحط إيده في جحر التعبان literally، لفظيا. فتفسيرهم لهذا الأمر أن الشيطان يحل، فبعد الملك الألفي اللي المسيح هيخطف المؤمنين في مكان اللي هيحكم فيه 1000 سنة على الأرض، والإنسان يعني الإنسان الشاب هيوصل لسن كبير وهينجبوا ويخلفوا ويعيشوا مع المسيح ملكهم literally، ملك المسيح هيبقى ملك أرضي حقيقي. رغم طبعا برضو بالنسبة لي أنا لا أؤمن بهذا، أن المسيح قال بوضوح مملكتي ليست من هذا العالم، ولكن anyway، فبيقولوا أنه في أواخر الأيام، في أواخر الملك الألفي الحرفي، الشيطان حيحل من سجنه، وساعتها هتقوم ثورة من اللي اتولدوا في الملك الألفي مع المسيح ملكهم، دول هيقوموا بثورة ضد المسيح في نهاية الملك الألفي، وده اللي هينهي الملك الألفي. يمكن ناس كتير بيسمعوا على الحكم الألفي لكن ما يسمعوش على ما هو نهاية الحكم الألفي. هو ده التفسير حسب مفهومي، قد أكون مخطئ، برضو في مدارس مختلفة لهذا الأمر، فما حدش ياخد كلامي أنا، ممكن تسألوا كل مدرسة ورؤيتها لهذا الأمر. فبيقولوا إن لما الشيطان يحل هتقوم ثورة في كثيرين من اللي اتولدوا في الملك الألفي ضد المسيح ملكهم الحرفي الأرضي، وساعتها بسبب الشيطان اللي اتحل، وساعتها تبدأ أحداث أتعاب وهكذا، وبعد كده تأتي الدينونة. ده أحد التفسيرات. في على فكرة تفسير وسيط، لكن يعني اللي هو الميدل، مش البري رابتشر ولا البوست رابتشر، حاجة في النص، لكن يكفي أن حضرتك تفهم المفهومين العامين. أنا بالنسبة لي أؤمن المعنى 1000 سنة رقم رمزي زي الرقم 100 ورقم 1000، إن هو معناه كمالة عدد كنيسة المسيح. وفي أواخر الأيام بسبب ضعف الإيمان، زي ما قال المسيح، لعل حين يأتي ابن الإنسان يجد الإيمان على الأرض، وحضراتكم شايفين إزاي الفطور والإسمية بتزيد، وأنه فعلا بسبب كثرة الإسم تبرد محبة الكثيرين، ويبتدي الشيطان يتملك عليهم، فده اللي يحل الشيطان، لأنه كثيرين يسلموا نفسهم بإرادتهم للشيطان بأشكاله المختلفة. ولما يحل الشيطان، لأنه هم من حيكونوا بيطلبوه وبيتجهوا إليه بأساليب سواء الإسلام أو الإلحاد أو المشاكل دي كلها، في أو الإسمية حتى المسيحية وهكذا، في الآخر الشيطان يحل وتحصل الضيقة وابن الهلاك، وبعد كده يأتي الدينونة وكرسي المسيح. أشكر حضرتك جدا عزيزي، ربنا يبارك حضرتك. سؤال من اليوتيوب، سؤال الأستاذ ميدو، بيقول: شكرا لك يا دكتور، الهيكل اتبنى سنة 957، ده مش صحيح، الهيكل اتبنى 967 ل966 مش 957، فالرقم ده فيه 10 سنين خطأ، وده عندي بدل الدليل 10 عليه، فرقم 957 غير دقيق عزيزي. ولكن أكمل سؤال حضرتك، و480 سنة من الهيكل لخروج بني إسرائيل، من الخروج للهيكل، فعلا عند حضرتك حق، وده قالها الكتاب لفظي. فحضرتك جماعة 957 زائد 480 1437، لا، هي 1447، وهي سنة وفاة تحتمس الثالث أقوى ملوك الفراعنة، فهل هو فرعون الخروج؟ لا، لأن كده الحسبة فرقت 10 سنين، فهو حد قبل تحتمس الثالث عزيزي. ولو تحبوا ممكن مرة من المرات ناخد مع بعض موضوع من هو فرعون الخروج ولماذا لم يذكر اسمه في الكتاب المقدس، ممكن ناخد وهل فرعون الخروج هو
تحتمس ولا مرنبتاح ولا أحمس ولا رمسيس الثاني ولا هكذا. ممكن ناخد الموضوع ده مع بعض بشيء من التفصيل، من هو فرعون الخروج. هحاول النهاردة لو كفى الوقت أخده مع بعض، لو ما كفاش الوقت ممكن نخليه الأسبوع الجاي، آسف، وناخد مع بعض من هو فرعون الخروج لو تحب. فأشكر حضرتك على السؤال، ولكن الحسبة فيها 10 سنين، عشان كده ال10 سنين دي حولته من فرعون الخروج الحقيقي وصلته لتحتمس الثالث، وهذا خطأ. أوكي، فاحتملني لو ما كانش النهاردة عزيزي أستاذ ميدو وما لحقتش بعد فترة الأسئلة والوقت ما كفاش، هحاول أقدمه خدمة الأسبوع الجاي حسب ما ربنا يمشي الوقت. سؤال من اليوتيوب أستاذ أرمانيوس بيقول: الرجاء تكملة نبوات سفر الرؤيا. ربنا يبقى أشكرك عزيزي حاضر، آسف أن أنا تأخرت في الموضوع ده جدا وأنا نفسي في هذا الأمر، لكن للأسف ضيق الوقت وكثرة الموضوعات مش لاحق، ولكن نفسي. أنا عارف أن احنا مشينا إلى حد مش كويس، مشينا برضو ببطء في سفر الرؤيا لغاية الإصحاح 13 ووقفنا في نص الإصحاح، وده خطأ مني. فحاضر هحاول أستاذ أرمانيوس بأي شكل. سؤال للأستاذ أندرو بيقول: كيف ينشأ إنسان معقد بدون أب وأم؟ أرجو التفسير العلمي المستند على الأبحاث العلمية وليس التفسير الإيماني. أشكرك أستاذ أندرو، ربنا يبارك حضرتك، ولكن ليس كل حاجة خاضعة للعلم. لو كل حاجة خاضعة للعلم يبقى هنقول أنه مفيش معجزة الخلق اللي هو ما يسمى بالسوبر ناتشورال. بمعنى إيه؟ النظام المعتاد، أو مفيش حاجة اسمها معجزات. النظام المعتاد أن الإنسان بيتولد من أب وأم، لكن ربنا خالق كل شيء وعامل هذه المنظومة. لما يحب يخلق لنفسه جسدا، أو يوجد لنفسه جسدا، أو يصنع لنفسه جسدا، أو يبني زي ما قال سفر الأمثال: الحكمة بنت لنفسها بيتا. ده مفيش حاجة اسمها بدون أب ولا أم، ما ينفعش، لأنه لازم يكون فيه تفسير علمي. فهذا الأمر ما ينفعش. حتى في بعض الأمور العلمية الـ paranormal activity ده فرع بيدرس في الجامعات، ورغم ذلك هو في يدرس ما لا يخضع للقواعد العلمية. فهمني أستاذ الحبيب أقصد أقول لحضرتك إيه؟ على سبيل المثال لو هنقول طالما العلم لازم يكون للإنسان أب وأم، يبقى نرفض أنه في إنسان يتخلق بدون أب وأم اللي هو زي آدم، يبقى كده نرفض الخليقة. طيب أنا برضو بنفس المبدأ أقول لحضرتك الـ abiogenesis as general علميا ده خطأ. ليه؟ لأنه القانون الحياة اللي هو البيوجينيسيس، أن كل كائن لازم يكون له كائن يشابه له كونه. يعني إيه؟ البكتيريا لازم يكون ليها بكتيريا خلية الأم اللي اتقسمت وكونت خلية بكتيريا دوتر جديدة، صح؟ لو هترفض حضرتك بالعلم أنه إنسان يتخلق بدون أب وأم، يبقى لازم حضرتك ترفض بنفس المقياس Origin of Species، أصل الحياة، الكائن اللي بدأ التطور، لأن هذا الكائن ليس له أب وأم، هو بس بدأ الإنسان هو بكتيريا. يبقى في الحالتين الاثنين الضرب. فهمني عزيز؟ ليه؟ لأن الاثنين هطبق عليهم القانون وليس الفرضية أو النظرية، قانون الحياة اللي هو البيوجينيسيس، قانون الحياة لازم كل كائن يكون لي اللي كونه هو زيه، وهو الاستمرارية. يبقى جه من فين الأوريجين، الجد المشترك لكل الكائنات بدون أب وأم مشابهين لي كونه، حتى لو قلنا أنه هو أبسط كائن نعرفه زي الميكوبلازما جينيتاليا مثلا، اللي هو أبسط دي إن إيه نعرفه أدوبك 480 ألف كود بس مثلا. فهمني؟ فلو هنرفض إيمانيا إن إنسان ربنا قادر على خلقته بدون أب وأم يصممه بالكامل، يبقى برضو لازم نرفض أول كائن كونته الطبيعة بدون أب وأم. لو هنقبل دي يبقى لازم نقبل إن في إله خلق. أشكرك جدا عزيزي على سؤالك أستاذ أندرو، بركة كبيرة، ربنا يبارك حضرتك. على فكرة الموضوع ده يعني تكلمت فيه كتير جدا في مقدمة الرد على الإلحاد والتطور، ولكن أسف كمان في القسم الرابع البيوكيمستري والتطور العضوي، ولكن يمكن أن أتكلم حضرتك باختصار شديد. فلو عايز لو عايز الموضوع أكثر تفصيلا تقدر ترجع
الخلية التخيلية وغيره، والمينيمم جين كونسبت اللي تكلمت عنهم في القسم الرابع، وهتلاقيني اتكلمت عن الموضوع ده تفصيلا. سؤال من اليوتيوب، أستاذ سلام يوسف بيقول: سلام الرب يسوع المسيح معك، أشكرك عزيزي جدا على كلامك الحلو اللي أنا مستحقهوش. بيقول في تكوين 3:24: الله أقام ملائكة الكروبيم وسيف ناريا لحراسة الطريق، ما هو التفسير هذه الحالة؟ التفسير حسب مفهومي البسيط جدا والأقود نخطئ فيه، ده مفهومي اللي بيقول الكتاب هو اللي حصل. بمعنى إيه؟ بأن فعلا ربنا لما طرد آدم وحواء بعد الخطية أقام كروبيم، أو أرسل كروبيم، هذا الكروبيم اللي هو أحد طغمات الملائكة، يعني ملاك الرتبة بتاعته رتبة كروبيم، رغم أن هو جاي بالجمع فقد يكون أكتر من ملاك، ولكن الكلام عنه يعني جاي بالمفرد فقد يكون ملاك أو أكثر، فالكروبيم لأنه بينتهي باليود والميم. anyway، هذا الكروب اللي أقامه ربنا في هذا المكان اللي هو لحراسة مدخل الجنة، أو زي ما بنقول بالتعبير الدارج أو التعبير الكتابي أنه حراسة طريق شجرة الحياة. ففعلا هذا الكروب وقف حراسة ودي الوظيفة بتاعته، وفي يده لهيب سيف متقلب، يعني سيف ناري، علشان يمنع آدم وحواء أن هم حتى يتجرأوا ويقربوا من طريق شجرة الحياة. إيه السبب اللي عمله ربنا في هذا الأمر؟ يمكن شرحتها يبدو للكثيرين إن ده كروليتي أو عنف أو قسوة من ربنا. لا، الحقيقة مش قسوة من ربنا، لكن ده معرفة من ربنا فوق معرفة الإنسان آدم وحواء في هذا الزمان، لأنه الإنسان ربنا خلقه ليحيا مع الله، وده كان الهدف فالأول، الإنسان ليعرفه ويعرف ربنا ويعرف محبة ربنا ويختار ربنا بإرادته، زي أي عريس لازم يعرف عروسته محبته قد إيه عشان تختاره بإرادتها، مش عن طريق الإجبار، مش الغصب، لازم الاختيار. لكن الإنسان اللي خلقه ربنا رائع جدا وحسن جدا، هذا الإنسان سقط وأصبح طبيعة ساقطة. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي كان ممكن يحصل له لو أكل من شجرة الحياة؟ هذا الإنسان كان سيحيا للأبد في انفصال عن الله، وما أقصاها يعني أصعبها حالة هتبقى ساعتها. هو سقط، أصبحت طبيعته ساقطة، مستحيل يكون موجود مع ربنا، لو أكل من شجرة الحياة يحيا للأبد في الطبيعة الساقطة. لذلك ربنا أقام هذا الكروب أو الكروبين، واللي في إيده هذا السيف الناري، علشان هذا الإنسان ما يقربش، اللي هو آدم وحواء، ما يقربش حتى بإغواء الشيطان من شجرة الحياة. فلما ما يقربش من شجرة الحياة يبقى غير خالد، يعني حيموت بالجسد بسبب التدهور وبسبب الطبيعة الساقطة اللي بيقي فيها. فبهذا الأمر لما يسقط، لما يموت أو يكون لي فرصة ليتخلص من هذا الجسد الفاني اللي هياكله الدود، عن طريق خلاص الرب يسوع المسيح اللي أعده لكل البشرية بداية من آدم وحواء وكل البشرية لمن يقبل، يكون عنده فرصة يموت عن هذه الطبيعة الساقطة فيحيا مع الله في الطبيعة الجديدة، الطبيعة الروحانية اللي بيتكلم عنها كورنثوس الأولى 15. فكان القصة كلها حماية للإنسان لكي لا يستمر إلى الأبد في الطبيعة الساقطة، عشان كده منعوا بهذا الكروب. ده القصة باختصار شديد جدا حسب مفهومي البسيط. فالحقيقة أنا بشوفها حماية للإنسان وفتح باب أمل جديد إن يتخلص من الطبيعة الخاطئة، وليس قسوة من ربنا. ده باختصار شديد مفهوم. سؤال من اليوتيوب، أستاذ رافي بيقول: مرحبا مرحبا عزيزي، ربنا يباركك. بيقول: هل يوجد حفريات أخرى للقردة الذين يدعون تطور الإنسان في بقاع أخرى من العالم مثل أوروبا؟ أيضا لماذا يوجد قردة لحد يومنا هذا؟ أشكرك جدا عزيزي أستاذ رافي، ربنا يبارك حضرتك. هنوصل للإدعاءات اللي يحاولوا يقولوا أن يوجد مراحل للتطور للإنسان في زي إنسان نبراسكا وغيره وغيره، وكل هذه المحاولات وأورسيمان وغيره، كل هذه المحاولات الفاشلة هنوصل إليهم لما نوصل إلى الهوم. إحنا لسه في البيثيكاس، يعني في القردة. لما نخلص البيثيكاس إن شاء ربنا ودبر، هندخل على الهوم، وعند الهوم هنبتدي نتكلم، أو الإنسان هنبتدي نتكلم على كل هذه الادعاءات.
وأيضا قبل ما نخلص مرحلة البيسيكس أو القردة هنتكلم إزاي إن العلماء حيرانين إن ما عندهمش أي حفريات لمراحل تطور القردة خالص، فهندرسها الموضوع ده عزيزي. فلا، لا يوجد في أوروبا، وعشان كده طلع النظرية إن الإنسان تطور من قردة إلى الهومو أولا في أفريقيا، وبعد كده بدأ الميجريشن بتاع الإنسان أو رحلة هجرة الإنسان الأولاني أول ما تطور أو بدأ التطور، سواء البعض بيقول من هابلس البعض بيقول هومو إريكتس، اللي بدأ يهاجر من وسط أفريقيا ويوصل إلى آسيا ثم أوروبا وثم ومن آسيا للنهاية لغاية معبر من منطقة ألاسكا للأمريكتين وهكذا. ده باختصار شديد جدا. أما السؤال الثاني بتاع حضرتك، أنا هاخد دلوقتي محامي الشيطان وأرد عنهم في السؤال بتاع حضرتك، ليه لماذا يوجد قردة لحد يومنا هذا؟ التفسير اللي بيقولوه باختصار شديد جدا، وهم من بيقولوا أنه القردة مش يعني الشمبانزي ده مش جدنا، ما هم بيقولوش الكلام ده، لا الشمبانزي ده ابن عمنا، يعني الشجرة تفرعت، وده اللي أنا بقدمه لحضرتك في الكلام اللي بيدعوه. يعني ايه؟ يعني من الهامينينا للهامينيني، يعني من القردة العليا، من القردة للقردة العليا، ومن القردة العليا تفرعت الشجرة بتطلع فروع، فرع يمشي في اتجاه الشمبانزي، فرع كان مشي قبله في اتجاه الغوريلا، وفرع مشي قبله في اتجاه الأورانجوتان، وفرع مشي قبله في اتجاه البابون وهكذا، وفرع مشي في اتجاه الإنسان. فدي تفرعات، فمش حكاية إنه كل القردة بيتطوروا هيلا بيلا للمرحلة اللي بعدها للمرحلة اللي بعدها، فالغوريلا تتطور، الأورانجوتان يتطور لغوريلا، يتطور لشمبانزي، يتطور لإنسان. لا، دول أولاد عم وليس جدود. أوكي؟ لكن الرد على هذا الأمر، أنا كده خلصت دور محامي الشيطان، أبتدي الدفاع أو الاتهام. اللي يؤكد إن هذا الكلام ده خطأ تماما، إنه ما ينفعش باختصار شديد جدا، انه لو القردة اللي موجودين دول كلهم فروع زي ولاد عم الانسان، زي الانسان كده كلهم، وكلهم جايين من جدود مشتركة common ancestor لكل القردة، فين المراحل الوسيطة للقردة؟ يعني بتحاولوا تقدمونا حفرية مرحلة وسيطة للانسان، لوسي مرحلة وسيطة للانسان، ارضي مرحلة وسيطة للانسان، هابلس مرحلة وسيطة للانسان، وهكذا كل دول. طيب فين المراحل الوسيطة للقردة؟ لا يوجد على الإطلاق، لا للشمبانزي ولا للأورنجوتان ولا للغوريلا ولا للبابون ولا للجبون ولا للكلام ده كله، لا قردة عليا ولا قردة دنيا. ودي الضربة بقى في المقتل، وحنتكلم عنها إن شاء ربنا ودبر. أستاذ أركيوبتيركس من اليوتيوب، وهو طبعا من ناس المعيدين للتطور وبيحاول يرد عليا بس في الخباسة كده، بيقول عندنا حفية جميلة جدا بتوضح مرحلة تطور قردة العالم القديم اسمها في مصر، اللي هي اسمها الإيجيبتوبيسيكس. خلي بال حضرتك عزيزي أستاذ أركيوبتيركس، أنا جبت حفرية إيجيبتوبيسيكس وتكلمت عنها بالتفصيل وكل المشاكل بتاعتها، وارجع للحلقة اللي بتكلم فيها على الإيجيبتوبيسيكس، وإن إزاي في الآخر لما فشلوا في ادعاء ان ايجيبتوبيسيكس مرحله وسيطه او جد مشترك، اضطروا يسموه باسم جنس زي ما حضرتك حطوا اسم جنس. كويس؟ فالايجيبتوبيسيكس بعد ما كانوا بيحاولوا يقولوا ان مرحله وسيطه للانسان وليس الاورانجوتان، اضطروا بعدها يجعلوا الايجيبتوبيسيكس أجنس قردة اندثر، عشان كده محطوط بالباينوميال نيم. فيرجع للحلقة عزيزي اللي اتكلمت فيها على الإيجيبتوبيسيكس والسيفابيسيكس، وشوف التفصيلات اللي اتكلمت عن الحفرية بالتفصيل ومراجع العلماء. أشكرك جدا عزيز أستاذ أركيوبتيركس، بس راجع شوية الكلام اللي حضرتك بتقول، ربنا يباركك. سؤال من اليوتيوب أستاذ عماد بيقول هل الدليل على التطور فقط لوسي؟ لا طبعا، ده سلسلة طويلة جدا، عشان كده أنا جبتها من البداية. أنا النهاردة في الجزء 27 أنا من الأول قلت أبدأ بكل الحفريات اللي بتتقدم، فشوفوا كام حفرية اتكلمنا عنها حتى الآن قبل لوسي. أنا ماشي بالترتيب الزمني، وأول ما أخلص لوسي اللي هي المفروض من 3 أو 2 من 10 مليون سنة، هدخل ما بعد أسترالوبيسيكس أفرانسس،
وبعض هطلع على افريكانس وهكذا 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 لغايه ما نوصل للهومو، وبرضه هنمشي في الحفريات المقدمه. لا انا واخدها as much as I can بالترتيب، فلا هي مش الحفريه الوحيده. لكن اثناء كلامي على حفريات سابقه كانوا بيحاولوا يقولوا ان هي مراحل وسيطه، واضطروا يتخلوا عن ادعاء ان هي مراحل وسيطه علشان خاطر انه ظهر انه تخالف لوسي، زي مثلا الناب بتاعها اصغر من لوسي، فما تنفعش يكون لوسي تدهور، او الجبهه بتاعتها زي حفريه الفلات فيس ان هي وجهها اكثر استقامه من لوسي، فكده تبقى لوسي تدهور او او او. فالحفريات دي بعد ما كانوا الاول بيحاولوا يقولوا مراحل وسيطه، رجعوا بسبب لوسي اتركنت على جنب. ولكن لوسي ليست، او حتى مش لوسي بس، يعني استرالوبيسكس افرانسس لوسي مش الحفريه الوحيده بتاعته. ده انا اتكلمت عن كام حفريه لاسترالوبيسكس افرانسس حتى الان، منها اخو لوسي الكبير وابن لوسي وهكذا، وتيتة لوسي وهكذا. فلا ليست هي الوحيده. لو حضرتك عزيزي واخويا الحبيب استاذ عماد لو كنت بتتابع الموضوع من الاول، كنت هتشوف ماشي ازاي بالترتيب التنازلي في العمر حسب ادعاءاتهم، وإن لوسي ليست الوحيدة، لكن مشيت مع السلسلة على قد ما أقدر. ربنا يبارك حضرتك. سؤال من اليوتيوب لايف تيست شانل، سلام المسيح ونعم عليك دكتور غالي. سؤالي: هيروديا هي امرأة فيلبس أخ يوحنا، وكم نسب الرب؟ في واضح إن في إشكالية دايما في الكتاب العربي، او حضرتك بتكتب عربي وتاخده كوبي بيست، لان دايما السؤال بيوصل لي مش 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 مفهوم، ده خطا مننا. فبتقول كم نسب اليها هيروديا هي امراه فيلبس اخ يوحنا، هي امراه فيلبس اخ هيرودس، مش هيرودس كبير، ابن هيرودس كبير، امراه فيلبس اخو انوي اخ هيرودس. نكمل سؤال الثاني. طب هو ايه السؤال الاولاني؟ anyway، سؤال الثاني: مرقس 10 ومتى 10 يذكر سدوم وعمورة، لوقا يذكر سدوم فقط، لماذا الكاثوليكية البوليسية ما بتذكر؟ هل قصد حضرتك مثلا ان في يعني في اختلاف في المخطوطات؟ للاسف anyway الكاثوليكية هي الترجمة بتتبع النص النقدي وليس التقليدي، والنص النقدي بيتبع أكتر على المخطوطين اللي هم بيعتبروهم الأساسيتين، السينائية اللي مليانة أخطاء في 144 ألف خطأ، والفاتيكانية اللي هي مخطوطة نفس مدرسة السينائية، وكمان تضيف إليها أن هي مش مراجعة، يعني ما فيهاش حتى تصحيحات. فللأسف الكاثوليكية تعتمد على المخطوطين دول أو ما يسمى بالنص النقدي. فلو بعض المخطوطات من السينائية، أنا بدون ما أرجع للموضوع ده لغاية دلوقتي، فالكاثوليكية كترجمة تعتمد على النص النقدي، النص النقدي يعتمد على المخطوطات النقدية اللي فيها أخطاء، هو ده السبب. لكن أنا آسف، أنا معلش سامحني، أنا مش فاهم السؤال، فأم ريلي سوري، ده غلط مني واعتذر، وربنا يبارك حضرتك. لكن حقيقة أنا بقدر جدا وجودكم، يعني وجود سواء ده شخص أو مجموعة لايف تيست شانل دايما موجودين، وبركة كبيرة وبتشجعوا ضعف رغم ما استحقش. فده ده آسف، أنا مدين لكم إن أنا ما بفهمش السؤال لما بيتحط والأونلاين يلخبط ترتيب السؤال، فمخطئ إليكم، سامحوني، ربنا يبارككم. طيب أخد سؤالين ثلاثة من البالتوك وأرجع للأسئلة أونلاين. بس قبل ذلك خلوني أخذ سؤال من الفيسبوك، معلش عشان برضو الأساتذة الأحباء ما كنش طولت عليها. سؤال من الفيسبوك أستاذ ياسر بيقول: هل اللعنات الموجودة في سفر التثنية إصحاح 27 هل كانت تخص شعب إسرائيل في ذلك الوقت أم كل البشر؟ وهل هذه اللعنات تخصنا نحن المخلصين بدم المسيح، بمعنى هل تخص أو تسري على عصر النعمة الآن؟ أرجو التوضيح. أشكرك جدا عزيزي على سؤالك الجميل ده، بركة كبيرة. أولا هناخد، انا حتى ممكن اخدها لك بالفكر المسيحي والفكر اليهودي. الفكر اليهودي بيقولوا لا، دي لا تخص بقيه الشعوب، بيقولوا كل الشعوب ملزمين بالسبع وصايا بتعود نوح، بيسموهم سبع وصايا. اما ال 613 الناموس بتاع موسى افعل ولا تفعل،
اللعنات لمن لا يفعل ده يخص شعب إسرائيل فقط. أوكي؟ فالوصايا اللي تتقال بعضها يقف على جبل عيبال للعنة وعلى جبل جرزيم للبركة دي حسب مفهوم اليهود تخص اليهود فقط وليس الكل. مفهوم اليهود إلى حد ما ولكن بطريقة مختلفة، مش عشان إحنا غويين أو أمميين عندنا سبع وصايا، لا. لكن إحنا بالنسبة لنا ناموس موسى اكتمل عننا. بمعنى إيه؟ هذا الناموس ينطبق على الإنسان الحي. طب إحنا متنا مع المسيح، المسيح لما مات عننا وتمم الناموس ودفع حكم الموت، إحنا بنموت مع المسيح، من آمن واعتمد خلص، ومتنا مع المسيح في المعمودية، وقمنا مع المسيح الإنسان الجديد. الإنسان اللي مات وقام لا ينطبق على الناموس، لأن زي ما شرح معلمنا بولس الرسول الناموس ينطبق على الأحياء، إحنا أصبحنا أموات، موتنا على الإنسان العتيق، على الناموس، على الحاجات دي كلها، وأصبحنا في دم المسيح. لكن ده مش معناه واو أعمل اللي أنا عايزه، لا طبعا، كم عقابا أشر لليسدري بدم النعمة. فهمني عزيزي؟ فلأ، هذه اللعنات لا تنطبق علينا، لكن أكشوال ينطبق علينا ما هو أقصى من هذه اللعنات، وهو لو الإنسان لم يكمل طريق خلاصه بخوف ورعدة وسقط لا يمكن تجديده للبر، وده يكون ليه عقاب أشر زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فما تنطبقش علينا اللعنات، لكن أخطر منها أكشوالي ينطبق علينا لو إحنا أهملنا الدم الغالي اللي اتدفع عننا وإلا أمننا بيه ونرجع نهمله أو ندوسه. أشكر حضرتك جدا عزيزي، ربنا يبارك حضرتك. سؤال من الأستاذ جاميسون من البالتوك، لو حضرتك موجود اكتب لي واحد، وأسف جدا طولت عليك. فضل المايك مع حضرتك. مساء الخير أستاذ الغالي. سامحوني أنا لسه صاحي من شوية، أنا بس صوتي كويس، أتمنى يكون صوتي كويس. سلام ونعمة أجين. سؤالي، طب شكرا شكرا. سؤالي على طبقة الأوزون، لو كانت موجودة يعني ما كانش فيها خرم دوت أو اتصلحت، يعني بمعنى العربي اتصلحت، هل الجو هيتعدل كالحرارة مثلا، أو التلج الدوب دوت شمال ويمين، وليه الدول ما بتصلحوش؟ طبعا سياسة طبعا. شكرا أستاذ غالي، ربنا يباركك، وشكرا أجين ومايكرو، شكرا. أشكرك جدا أستاذ جاميسون، بركة كبيرة، ولا صوت حضرتك جميل وبركة، وكفاية وجود حضرتك معانا، ربنا يباركك. لكن عشان أكون أمين، أنا مش متخصص أستاذ جيمس، يعني ده مش مجالي، فالكلام اللي أنا حقوله حسب معلوماتي السطحية البسيطة قوي، ليس بدعي العلم أو المعرفة لا سمح الله، فقد يكون كلامي خطأ. أولا، طبقة الأوزون مش هي الطبقة الوحيدة اللي مسؤولة عن غلاف أو الجو أو طقس الكرة الأرضية، ليها دور مهم ولكن هي ليست الوحيدة. فطبقة الأوزون، الثقب اللي حصل فيها، طبعا البعض بيتكلم على ان هو من بسبب التلوث اللي بيعملوه البشر من التفجيرات والدخان وي وي وي، وايضا يوجد دور بسبب في حاجات في الطبيعه زي الدخان والابخره اللي بيحصل بسبب انفجار البراكين اللي زادت وغيره. والبعض بيحاول يدعي ان هو ما فيش اصلا ثقب اوزون، وده ادعاء وغيره، ومش هدخل مع دول بتوع نظريه المؤامره، كويس. لكن anyway، طبقة الأوزون لها دور مهم جدا في حماية فعلا الإنسان أو الكائنات الحية as general من الأشعة الكونية، ده صح. وباستمرار تأكلها ده ليه تأثير على الإنسان، وليه تأثير إلى حد ما على طقس الكرة الأرضية، ولكن هو تاني مش الفاكتور الوحيد. هل لو تصلحت الجو هيتعدل؟ مش للدرجة دي. وهي إزاي تتصلح؟ ده شيء صعب جدا. وهل فعلا اللي بينادوا بموضوع ان احنا نرجع للطبيعة ونقلل البترول وخلينا في السولار لايت والكلام ده كله،
إلى حد ما قد يكون جميل وكله كويس، ولكن كل الصناعات البشرية والدخان اللي بيطلع من البشر لا يمثل شيء في 3-4 براكين زيادة ينفجروا في السنة. على فكرة هو أستاذ جورج متنقط ليه؟ لو أنا مش فاهم أو في حاجة حصلت خطأ ياريت حد يفهمني، بس أنا مش فاهم ليه أستاذنا الحبيب جورج متنقط. عشان الكاميرا خطأ عنده. طب معلش، ده بيحصل مع كل حد بيعمل سيتاب للبلتوك الجديد. anyway أرجع لأستاذ جيمس. لكن يوجد حاجات تانية كتيرة جدا أستاذ الحبيب جيمس، على سبيل المثال منها المجال المغناطيسي، وده بيتآكل وده ليه عمر بسبب من بداية الخليقة، ومن بيتآكل مباشرة أو باستمرار وليه عمر نصف وهكذا. وطبعا المجال المغناطيسي أيضا ليه دور في الحماية، وده كده كده بيتآكل كل ألف عمر نص 1400 سنة أو 5% في القرن. فهمني أستاذ الحبيب. فطب ده هنعمل فيه حتى لو صلحنا الأوزون لا سمح، يعني لو افترضنا كنا بهذا المقدار، طب هنعمل ايه في المجال المغناطيسي بيتآكل؟ حتى لو ده ولا ده، أيضا يوجد تأثيرات بسبب كثرة البراكين واللي بتأثر على حاجات معينة، أيضا بسبب الزلازل اللي بتحصل اللي بسببها بتقوم دوامات وبسببها بيحصل تسونامي وبيأثر على الطقس، أيضا التغيرات اللي بتحصل والبخار الكتير اللي بيطلع من بعض البراكين اللي بيكون ليه تأثير عن طريق البيت الزجاجي أو عن طريق الدخان اللي بيحصل، فبيسبب برودة في مناطق معينة وبيسبب حرارة في مناطق أخرى وبيسبب منح أشعة الشمس في حتة معينة وهكذا. الحرائق اللي بتحصل زي غابات الأوزون والتآكل اللي بيحصل فيها وفي الطبقة الخضراء وهكذا. فالموضوع معقد جدا وعناصر كتيرة داخلة فيه، مش بس طبقة الأوزون لوحدها، مش هو عنصر وحيد لو اتحل تبقى الدنيا فل، لا ليس بهذه الطريقة. للأسف الموضوع أعقد من ذلك بكثير جدا، ولكن ربنا يدبر ويمد إيده ويحمي الإنسان. لكن التدهور شغال بسرعة في الطبيعة، بعضه بسبب فعل الإنسان وبعضه بسبب الطبيعة نفسها المتدهورة اللي اتلعنت بسبب خطايا الإنسان. ربنا يبارك حضرتك أستاذ الحبيب. أستاذة تريز لو حضرتك موجودة اكتبي لي واحد. أستاذة تريز فضلي المايك مع حضرتك. مدام كوثر خلي بال حضرتك المايك نط عند حضرتك، انا كنت سايب المايك للاستاذة تريز. طيب يمكن الاستاذة تريز مش عارفة تاخد المايك او سامسونج. أستاذة تريز تحاولي مرة تانية، المايك مع حضرتك. طيب سلام علينا كده، في صوت؟ طيب تمام، شكرا. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير لكل الناس اللي في الروم. ربنا يديكم الصحة والنعمة والبركة. سؤالي لحضرتك يا دكتور، في الحقيقة الأيام دي حاصل حاجات كتير وإحنا مش فاهمين أي حاجة من اللي بيحصل، ومن لما تتساءل فين الصح وفين الغلط والأفكار متضاربة، أكيد حضرتك يعني سامع باللي حصل، إن في ناس داخلة عمالة تقول إن لاهوتنا غلط اللي احنا علمه ده كله من اوله لاخره، وشخصانيه في البابا شمودة وسموا ده لاهوت البابا شمودة وده لاهوت الغرب والكلام ده كله. وللاسف الشديد ان في بعض رجال الكليروس القليلين جدا طبعا بيسندوا الافكار دي، والكنيسه مش واخده موقف واضح وصريح معاهم. فاحنا كشباب بدأنا نتلخبط وبدأنا نخاف، وخصوصا زي بعض الآباء الأجلاء الأنبا رافائيل مثلا نزلوا قالوا الطوفان جاي، خلي بالكم وعرفوا إيمانكم وعرفوا عقيدتنا. فاحنا متشككين ومش عارفين يعني فين الصح وفين الغلط ومين الناس دي وهدفها ايه، عايزة تعمل ايه في الشباب.
طبعا حاجات كتيرة بقى، الخطية الأصلية وتأليه الإنسان والرهبنة اختراع بشري والميثولوجيا وكل الأفكار اللي كده حضرتك بتسمع عنها دي. ف يعني برضه اللي خوفنا ان سيدنا بيقول يعني لا كنيسة تقدر عليهم ولا مجمع ولا أساقفة، فلازم انتوا كشباب تقروا وتدرسوا وتعرفوا. فصعب يعني ان احنا نطلب من الشباب عموما انه يبقى دارس وباحث للدرجة اللي يرد بيها على الأفكار دي كلها. فاحنا يعني عايزين مرجعية ثابتة وواضحة اللي هي رأي كنيستنا. رأي كنيستنا ده يبقى ممثل في المجمع كله، الأساقفة كلهم، كنيسة بتقول كذا. فمعلش عايزة حضرتك تفهمني يعني نعمل ايه ومين الناس دي وعايزة منهم ايه. وشكرا ومايك فري. أشكر حضرتك جدا أستاذة تريز، وأنا أقل من ذلك بكثير جدا أني أكون لي رأي في هذا الموضوع. I really mean it. أنا أحقر من هذا بكثير، وأنا فقط واحد زي حضراتكم. قال لنا الرب يسوع المسيح إزاي في زمن لو زاد فيه التشويش والدخان نعمل إيه. الكلام ده موجود في سفر نشيد الأنشاء. نسير على أثر خطوات الرعاة. بمعنى إيه الرعاة؟ نرجع للي قاله الكتاب المقدس عشان ما تلخبطش. أرجع للكتاب المقدس، وأباء الكنيسة الأوائل استمر إزاي؟ ده النقطة المهمة. طيب أنا إنسان مش فاهم، واحد يطلع يقول لي البابا شنودة صح، التاني يطلع يقول لي البابا شنودة غلط. في هذه النقطة، أولا بابا شنودة رائع جدا ونحترمه جدا، ولكن بابا شنودة إنسان يعني مش معصوم، يعني ممكن 99 من كلامه صح وفي نقطة غلط. فهماني أقصد أقول إيه؟ لو واحد هيطلع يقولي لا ده كلامه 100% خطأ، واحد هيطلع يقولي كلامه 100% صح، طب أعرف فين 99 الصح والواحد في المية اللي غلط؟ إن أنا بنفسي أدرس. جميل جدا ومدح الكتاب المقدس اللي كانوا بيفتشوا الكلمة، اللي كانوا بيدققوا هل هو هكذا أم لا. فإحنا كمان محتاجين نفتش وندقق ونعتمد على ربنا في حياة الصلاة. أصلي وأدرس الكلمة وأعتمد على الكتاب المقدس وكيف فهموه الأباء الأوائل وكيف طبقوه واستمر جيل عن جيل. لو أنا مسكت الشجرة من جذورها وشفت الساق ماشي إزاي اللي يحمل كل شيء وبناء عليه الفروع اللي خرجت من هذا الساق، وتتبعت كل أمر عشان أتأكد أن الفرع ده مش فرع شيطاني ولا فرع مكسور ولا فرع ملقى لوحده ولا نبات شيطاني متسلق جه اتعلق في الشجرة، أتتبع الأمر من الأول. هل فعلا في البعض بيحاول يتهموا كنيستنا حاليا بأنها دخلت لاهوت غربي؟ والغريب أن هم بينادوا بحاجات في اللاهوت الغربي. فكلام ده عشان أعرف كلامهم صح من خطأ، أنا لا أحكم على أشخاص ولا أقول مبتدعين ولا غير مبتدعين، ولكن الإيمان من أصله إيه. محتاجين ما نعتمدش فقط على الشراح، نعتمد على اللي ربنا ادهولنا بنفسه الكتاب المقدس، واللي ربنا ادهولنا بوضوح، وكيف فهمته الكنيسة الأولى وسلمته للجيل تلاميذ التلاميذ وهكذا، القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، واستمر لغاية ما وصل لنا حتى الآن، وده موجود خلاص بين إيدينا. فليدعني الكتاب المقدس ميثولوجيا أو أدب أسطوري زي ما بيقولوا، هل ده كان إيمان الكتاب المقدس؟ هل الرب يسوع المسيح قال الكلام اللي اتقال في سفر التكوين ميثولوجيا، ولا كان فعلا يؤمن أن في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ هل معلمنا بطرس الرسول كان يؤمن بالميثولوجيا، ولا كان يؤمن فعلا أن نوح السابع من آدم وهكذا؟ هل فعلا معلمنا بولس الرسول كان يؤمن أن سفر التكوين ميثولوجيا، ولا بيتكلم عنه كما لو كان حقيقة واقعة وآدم ده أول إنسان وفعلا سقط في الخطية لترالي وهكذا ودخل الموت إلى العالم؟ الكتاب المقدس واضح، ده لو مش جالي أسقف مع كل احترام للأسقف ولا كاردينال ولا مبشر عظيم من أي كنيسة من الكنائس وكلهم عظماء واحترمهم تماما، ده أنا لو جاني ملاك بيرفرف وقال لي كتاب المقدس ميثولوجيا وأنا قدامي كلام الرب يسوع المسيح واضح في الأناجيل وكلام التلاميذ والرسل واضح في الرسائل، هعرف إن هو شيطان جاي في صورة ملاك مهما كان.
خلي الميثولوجيا دي لنفسك. ده بالنسبة لي مبتدع في هذه النقطة. أنا مش بحكم على شخص وقد يكون أحسن مني في حاجات تانية كتير، لكن بالنسبة لي ده مبتدع. اللي يجي يقول لي أول 11 إصحاح من سفر التكوين ميثولوجيا، حقول له خليها لك، الميثولوجيا دي بتاعتك، والطبع روح براحتك ادرس الميثولوجيا دي. أنا بالنسبة لي كلام ربنا كلام حقيقي، مش كلام ميثولوجي. لكن هقدر أحكم إزاي؟ لما أدرس الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، فبقي عندي قاعدة. بصي أختي العزيزة أستاذة تريزا، الإنسان لو يعني هو في حاجتين شبه متشابهتين، بيضة وحجر. الناس اللي مش دارسة هتبقى عبارة عن زي قشرة البيض، خبطة تكسرها. الإنسان اللي يدرس الكتاب المقدس ويدخل في عمق الصلاة وربنا يفتح عينه والروح القدس يرشده ويوضح له، هيبقى زي الحجر. نفس الخبطة اللي تكسر البيضة ما تكسرهوش. ليه؟ لأن قلبه من الإيمان بقي زي الصخرة، فاهم كويس، مبني على إيمان الرسل والتلاميذ وتلاميذ التلاميذ. الأصل هو الدراسة والإيمان. اللي يدعي ان اختراع الرهبنة، طب خلاص بقى يبقى أرمية غلطان. ما هو أرمية ده كان راهب. إليا غلطان، مش إليا برضو كان راهب؟ يوحنا الحبيب غلطان، ما كده اخترع حاجة دي بقى مبتدع. يوحنا المعمدان برضو كمان مبتدع. بولس الرسول اللي اتكلم بوضوح في كورنثوس السابعة ان هو راهب، ده كمان يبقى هو مبتدع، وهكذا. طب نقول ايه؟ للأسف في هذه الأيام، ودي قالها سبق واخبرنا بيها سفر الرؤيا، ولا أقصد الكنيسة الأرثوذكسية عشان ما حدش يفهمني خطأ، أنا أتكلم على الكنيسة بثلاث فروحها الأساسيين المسيحية كلها، اللي طالعين يهاجموا الكنيسة بثلاث فروحها الأساسيين ويقسموا ويكفروا ويعملوا. أنت يا أرثوذكسي أنت وثني، لا أنت يا بروستانتي أنت كافر، وانت اسمك محذوف من سفر الحياة، لا انت كاثوليكي انت كذا. دول اللي اقدر اقول لحضراتكم ما بيجمعوش مع المسيح، دول بيفرقوا، وهي المسيح وضحها، يتجمع معاه يتفرق. يتجمع معاه انت عامل في حقله، يلي بتدعي ان انت مصلح اخر الزمان واسكى اخواتك وجاي دلوقتي توضح اخطاء كل الكنائس واللي ما حصلتش والفزة العلامة علمت العلامات، وجاي تهاجم أي كنيسة وتكفرها، انت سبت ربنا ايه الديان؟ ياللي ما تعرفش تحب أخوك، ازاي بتحب ربنا لما بتشوفوه زي ما قال معلمنا الحبيب يوحنا في رسائله؟ ده مشكلة. فالمحاولات اللي بتتم دي، آسف، بعض الناس حلوين وجمال وكل حاجة، لكن الشيطان لما يخدعهم، يلا قوم صلح، يلا اقضي وقتك 24 ساعة تهاجم وتكفر في بقية المسيحين عشان تصلح، ويفكر ان هو بيصلح وهو بقي عبارة عن أداة في يد الشيطان قاعد بيكسر أو بيقطع في جسد المسيح، أقام نفسه ديانا. فللأسف ده من ضمن الأسلحة اللي هو الطعن من 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 الخلف. اللي يطعنك هو الجندي اللي معاك مش عدوك، هو ده اللي حاصل. جنود الشيطان مش قادر على الكنيسة، طب يعمل ايه؟ بدل ما يبقى واقف قدامنا بوضوح ولا يقوى علينا، يدخل في قلب يهوذات العصر الحديث ويخليه انت فاكر ان هو مسيحي جنبك، وانتوا الاثنين واقفين جنب بعض ضد مملكة الشيطان وجنوده الغير مسيحيين والذئاب اللي قدامك، وتفاجأ اني الجندي اللي المفروض يكون واقف جنبك في نفس صف جيش المسيح، تفاجأ ان هو اللي طعنك مش عدوك. ده اللي بيستخدمه الشيطان. ليه؟ عشان ما يبقى لابس زيك، يقول ان هو مسيحي وتفاجأ ان هو جه يكفرك ويهاجم كتابك او يهاجم الايمان او يهاجم كنيستك. ردودهم قوية جدا للي مش عارف، لكن اللي عارف يعرف انه فين النقط اللي ابتدوا يتلاعبوا فيها وغير صحيحة بالمرة. للأسف محتاجين إحنا نفسنا ندرس. بساطة الإيمان مش معناها الجهل. هلك شعبي من عدم المعرفة. الإنسان اللي يقول أصلا أنا بسيط، طب الكتاب قال عليك إن أنت هتهلك.
هلك شعبي من عدم المعرفة. ادرسوا بنفسكم. الكتاب أولا ولكن ليس لوحده. الكتاب أولا وليس فقط. ده اللي أحب أقوله. ربنا يبارك حضراتكم. لكن فعلا أستاذة ناريمان، شباب التيك أوي أهم حاجة يسمع له فيديو 5 دقايق، أصله مش فاضي يدرس الكتاب المقدس ساعات ويستمتع به ويقف يصلي وهو أمام الكتاب ويطلب من ربنا فتح عيني وفتح بصيرتي عشان أفهم وآكل حلاوة كلامك ووجدته أكتر أجمل من الشهد العسل فأكلته. لا، شباب التيك أوي اللي هو كله عايز فيديو الساندويتش أبو 5 دقايق يسمع له كلمتين وواحد يقول له دليل وهو ما يعرفش إذا كان دليل ولا خدعة ولا كذبة، ويحرف له يصطاد جملة من الأب فلاني ولا المبشر الفلاني ولا الكاردينال الفلاني عشان بس يكرهه في كل الكنائس، ولا يطلع له برنامج ولا قناة فضائية ولا مذيع ولا مذيعة يقول له الماسونيين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت وكل كل 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 ماسونيين بيخدعوا الشعب، كما لو كان كل الرعاة اللي أقامه المسيح في الثلاث كنائس كما لو كانوا كل الرعاة فجأة بيهم ماسونيين. كل دول اللي بيعتمدوا بس على شوية الفيديوهات والقنوات هلك شعبي من عدم المعرفة. ادرسوا الكتاب المقدس. واللي بيفرق ما بيجمعش مع المسيح انتوا عارفين وصفه ايه في الكتاب المقدس. ضن. استاذة ناريمان اسف طولت على حضرتك، المايك مع حضرتك. اوكي، سلام المسيح لكم جميعا وسلام المسيح لحضرتك دكتور غالي. عندي سؤالين على لسان اخ مسلم محترم. السؤال الاول بيقول مدام طبيعة الله هي الثالوث منذ الازل ولم يجد عليه جديد، لماذا لم تكن عقيدة الثالوث واضحة في العهد القديم؟ لان اليهود يعني ما عندهمش عقيدة الثالوث بوضوح. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، المعيار اللي كان بيتم عليه اختيار الكتب المقدسة، اختيار الأناجيل، أنا رديت كده بس للأسف مش مقتنع. المعيار اللي بيتم على أساسه اختيار الأناجيل زي إنجيل لوقا مرقس يوحنا متى لوقا مرقس يوحنا والرسائل، بيقول إيه المعيار اللي بتحدده على أساسه إن ده موحى بيه من الروح القدس ولا لا؟ وليه رفضتوا بعض الأناجيل اللي سميت بالأبوكريفة أو اللي بنقول عليها الكتب المنحولة؟ هو بيقول يعني هل الروح القدس جه قال لكم ده مني وده مش مني؟ فطبعا هو سؤال ده على لسانه، يعني أنا فاهمة القصة إزاي، بس هو بيقول إيه المعيار اللي حددته بناء عليه ان ده قانوني ومعترف به وموحى به وده لا؟ شكرا لحضرتك وربنا يباركك. المايك فري. اشكر حضرتك جدا استاذة ناريمان، ربنا يبارك حضرتك. وده الاكشوال الاسئله المتكرره دايما اللي بيحاولوا يشككوا بيها فقط للتشكيك. اولا، مين قال ان الثالوث مش موجود في العهد القديم؟ يعني اولا حال لحضرتك، الثالوث مش موجود في العهد القديم. بعد كده الجمله الثانيه، أصل اليهود ما عندهمش الثالوث بوضوح. هو يعني كلمة ما عندهمش بوضوح يعني موجود بس مش واضح. يفرق جدا إنه موجود ومش واضح ما بين عن إن هو مش موجود في العهد القديم. أولا، الثالوث موجود في العهد القديم بوضوح شديد من أول إصحاح، بل أول في البدء خلق الله، تالت كلمة إلوهيم، أصلا إلوهيم اسم جمع ياخد تصريف مفرد. ده من البداية درسنا هذا الأمر. ويوجد روح الله الذي يرف على وجه المياه في تاني عدد، وقال الله الدبار، كلمة الله، الممرة، الشكينة، اللوغوس اللي هو الكلمة الخالق، كلمة الله. أول 3 أعداد موجودين في تكوين 1 الثالوث، أول 3 أعداد. ده مش محتاجين نفضل نفحص ونحص في سفر التكوين. وتكلموا اليهود على هذا الأمر وجبت أدلة من كتابات يهودية، بل الثالوث مذكور في كتابات يهودية وده قدمته في ملف الثالوث في العهد القديم. وبعد ذلك نجد بدل من دليل أو عدد كم ضخم، أشعياء بيتكلم بوضوح عن الثالوث وهكذا.
لو عايزة ترد عليه أستاذة ناريمان بأدلة كتابية واضحة وأيضا بكتابات يهودية، يبقى حضرتك محتاجة ترجع للملفين، الملف الأولاني الثالوث في العهد القديم وملف الثالوث في أقوال الربوات اليهود. العهد القديم جايب آيات كثيرة من العهد القديم عن الثالوث، وفي الكتابات اليهودية هتلاقي أدلة كثيرة عن الثالوث في الكتابات اليهودية، ولكن علشان المسيحيين كلامهم كان واضح عن الثالوث، فاليهود الحداثة اللي بيحاولوا يخلفوا في كل شيء بدأوا يتنصلوا من هذا الأمر على كتاباتهم القديمة. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية بتاعت الأناجيل، هنكرر نفس الكلام مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا باختصار شديد جدا علشان أوضح. يوجد معايير كثيرة، وأقدر قدمت في الحلقة على فكرة اللي من فترة صغيرة 12 معيار على اختيار أي سفر في الكتاب المقدس، ولكن الكنيسة ما كانتش بتقول يلا هاتوا إنجيل متى ونرى هل تخضع أو يخضع للخمس معايير أو الاثناشر معيار، وإذا معيار منهم لم ينطبق هيا نرفض سفر برنابا ونختار إنجيل متى. ما كانش الكلام ده بيتم بهذه الطريقة، ودي شرحتها باختصار شديد جدا. فكروا دايما الأسفار زي ولاد الأسرة، الأسفار دي ما زي الأربع أناجيل دول زي أبناء الأسرة المسيحية. عمر إنسان ما بيلخبط في ولاده ويجي يقول يا ترى إيه المعايير اللي ضاعها عشان أفرق ما بين ولادي وولاد الجيران. ما فيش حد، هل في أسرة مع حضراتكم بتيجي في وقت من الأوقات تقول أنا على فكرة عايز أضع شوية معايير عشان أعرف أحدد وأفرق ما بين عيالي وعيال الشارع؟ مفيش حد بيعمل هذا الأسلوب. إيه الفكر ده؟ ده حاجات حديثة كلها التعبيرات، رغم أن يوجد معايير، ولكن القصة باختصار شديد سفار العهد القديم والجديد وكله اللي كتبوها كان مشهود لهم من الروح القدس وسط جماعة المؤمنين، مش اتكتب من بره وجه على فكرة طلع سلاح تلميذ جديد لمتى البشير يلا نضيفه. لا مش كده. الرب يسوع المسيح إلهنا الظاهر في الجسد المخلص اللي أمننا بيه اختار 12 تلميذ و70 رسول وسط كل التلاميذ المؤمنين والمسيحيين، دول اللي حل عليهم الروح القدس وبشروا وبوضع الأيدي خلوا الروح القدس يحل على بقية المؤمنين المسيحيين. التلاميذ دول من المشهود ليهم بالإيمان وبحلول الروح القدس والمؤيد لتبشيرهم بالمعجزات في وسط جماعة المؤمنين، اتنين من التلاميذ كتبوا إنجيلين واتنين من الرسل كتبوا إنجيلين وبس. ضن خلصت. فالأناجيل أبناء الكنيسة والمعتبرين في الكنيسة وأعمدة الإيمان اللي بيقولهم معلمنا بولس الرسول إن دول المعتبرين أعمدة الإيمان. هل جت الكنيسة في سنة 50 ميلادية يلا نجتمع معا لنرى هل سفر إنجيل متى قانوني أو غير قانوني؟ طبعا لا. متى البشير تلميذ الرب أحد 12 تلاميذ اللي حل عليه الروح القدس والمؤيد بالمعجزات وكتب النبوة بإعلان الروح القدس واضح لي وأيضا بإعلان الروح القدس لجماعة المؤمنين، هيجي حد يفاصل؟ هل في أب وأم خلفوا أربع عيال فييجوا يفاصلوا يلا تعالى نمسك الواد ده ونطبق عليه معايير هل هو ابننا ولا لأ؟ إيه ده؟ لكن بعد ذلك القصة تختلف. لكن لما يجي الكنيسة والتلاميذ والمؤمنين وجماعة الإيمان واللي عارفين الأربع أناجيل ولا يوجد عليهم اختلاف وتلاميذ تلاميذهم يؤمنوا بهذا ويبشروا به ويقتبسوا منه ويتكلموا على الأربع أناجيل باختصار و27 سفر تموا بما فيهم الأربع أناجيل والتلاميذ التلاميذ التلاميذ وتفضل مستمرة لأن الأناجيل والأسفار دي أبناء الكنيسة. لما يجي واحد في منتصف القرن الثاني زي ماركيون أول محاولة يمسك الكتاب المقدس اللي عهد جديد اللي متفق عليها الكنيسة كلها وكل أعمدة الإيمان من تلاميذ التلاميذ التلاميذ يروح يقول لا ده أنا هعمل نسخة لنفسي، أحذف
متى ومرقس ويوحنا وخلي لي لوقا، وكمان احذف لي كام اصحاح اولاني، الثلاث اصحاحات الاولانيين من لوقا، ويعجبني رسائل بولس الرسول بس احذف عبرانيين دي اللي مش عجباني، واطلع بكتاب مقدس اسميه انجيل ماركيوم. على طول الكنيسه تتصدى اليه وتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وانت اصلا ايمانك غلط، وانت ايه الالهين اللي بتنادي بيهم، انت مش مسيحي اصلا، بره، انت عمرك ما انتميت للمسيحيه ولا تؤمن بالمسيحيه ولا ده الكتاب المقدس اللي نؤمن بيه. ويجي ناس بيشبهوا فكر ماركيون بس بيميلوا للغنوسيه، يبتدوا في منتصف القرن الثاني تعجبهم المسيحيه فياخدوا منها بعض المبادئ وحلوه قوي، بس هم بيؤمنوا بالهه كثيره، فيقولوا المسيح ده الاله الحلو اللي جاي يحارب الديميورج الايون الشرير، فيبتدوا يكتبوا كتابات تشبه الاناجيل ولكن فيها الافكار الغنوسيه الشريره والاساطير المرفوضه تماما، وان الاجساد شر ومحبس للارواح والاله الشرير ديميورج المسيح جه يتصدى ليه، وي 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 وي، ويحطوا فيه الاساطير والنساء شر والخلفه شر والست لازم تتحول لراجل والكلام ده كله. على طول الكنيسه اول ما تلاقي فيه كتاب ظهر في مكان ما كاتبين الغنوسيين، على طول الاباء يمسكوه ويتكلموا عنه، خلي بالكم في كتاب نزل عليه اسم بطرس او نزل عليه اسم توما، ده مزور عشان واحد اتنين تلاتة، ده عمرنا ما شفناه ولا كتبوه تلاميذنا ولا تلاميذ المسيح اللي نؤمن بيهم أبائنا، ولا عمره ما كان موجود في الكنيسة، ويرفضوه تماما بالضبط زي واحد مخلف أربع عيال ويجي له عيل من الشارع يقول له مين انت يا ابني، انت عمرك ما كنت في أسرتي، هل ساعتها هيجي يمسك العيل من الشارع ويمسك الأربع عيال اللي هو مخلفهم يقول ها أنا محتاج أضع معايير عشان أفرق ما بين عيالي وما بين العيل اللي جاي من الشارع اللي بيدعي أن أنا أبوه؟ طبعا لا. فهي دي القصة، عمر الكنيسة ما قبلت الأسفار الغنوسية ولا دي كانت كتاباتها ولا تنتمي إليها. ده باختصار شديد وشرحته، لكن من ناحية المعايير أنا ما قدمتش خمس معايير، أنا قدمت 12 معيار في هذا الأمر. فده باختصار تلاميذ المسيح ورسله دول اللي كتبوا أربع أناجيل، ما كتبوش حاجة تانية، عشان كده الكنيسة الأولانية هي اللي استشهد بيها من القرن الأول الميلادي. ده باختصار. آسف طولت، وشكرا لأسئلة حضرتك، وارجعي للمواضيع اللي اتكلمنا عنها وقانونية كل سفر، وهتلاقي الموضوع ده بالتفصيل. أستاذة نريمان، ربنا يبارك حضرتك، وأتمنى يكون الاختصار اللي أنا قلته كافي إلى حد ما. أكمل الأسئلة شوية صغيرة. سؤال من الدنيا صعبة من اليوتيوب، سؤال بيقول الرب بدأ بشفاء جسده الخاص، يعني ايه الرب بدأ بشفاء جسده الخاص؟ ده أول مرة أسمع التعبير ده في حياتي. ثم نقل إلينا الخلاص بالتحاد بنا، وإن الرب بمجرد أخذ لنفسه جسدا حل مشكلة الإنسان، فلم تعد الطبيعة البشرية المنعزلة ومنفصلة عن الله. ماذا يعني شفاء جسده الخاص؟ والنبي ما أعرف يعني ايه شفاء جسده الخاص، ده أول مرة أسمعها في حياتي، وانا ما بحلفش بالنبي الا في الغالي قوي يعني، تخيلوا. يعني ايه شفاء جسده؟ حضرتك او حضرتك بتسالني يعني ايه؟ ما اعرفش ايه التعبير الغريب ده، انا بالنسبه لي تعبير مرفوض تماما. ايه شفاء جسده الخاص ده؟ ده شبهنا في كل شيء بلا خطيه، فما فيش الكلام ده تماما، ده مرفوض. أشكر حضرتك جدا، واللي قال حضرتك التعبير ده أنا آسف وليه التعبير ده غلط ما سمعناهوش وغير موجود في الكتاب المقدس، عشان كده برفضه. سؤال من اليوتيوب، أستاذ فادي وجيه بيقول لو سمحت يا دكتور عندي سؤال، قدمت دلائل على صغر عمر الأرض، بس إزاي في علماء بيقولوا أن في عصر حجل من مئات الألاف من السنين، وبيقدموا أدلة أثرية على أدلة أثرية؟ فعلا عزيزي في العصر الحجري والعصر الجليدي على فكرة، ده موجودين وده هوصل لهم إن شاء ربنا وتدبر لما أوصل لقسم الحداثة. العصر الحجري باختصار شديد جدا عشان برضو حضرتك تتخيل معايا الصورة، بس أنا اللي هقوله دلوقتي باختصار، فنتفق تماما أنه يوجد عصر حجري، ولكن أرفض ادعاء أنه العصر الحجري ده قديم قوي، فأنا أرفض زمنه، ولكن فعلا ده موجود ويوجد أدلة. تخيل حضرتك بعد الطوفان، وبسبب ظروف الطوفان الإنسان اللي بدأ يتكاثر بعد الطوفان وبدأ ينتشر، لكن بسبب ظروف الطوفان وتأثيرها كان في مناطق بيجي في الشتاء جليد كتير،
بسبب كمية الهيوميديتي والحاجات اللي حصلت من الطوفان والبقايا بتاعته، وده العصر الجليدي. طب الإنسان يعمل إيه في هذا الزمان؟ يبني خيمة هيتجمد فيها، فكان لازم يلجأ إلى الكهوف. ده إذا كان في حتى الأزمنة بتاعة الكتاب بتوعت العهد القديم برضو كانوا بيعيشوا. في واحد شهير جدا عاش في الكهوف، عارفين مين؟ أرمية. أسمي بأرمية إنسان حجري عشان عاش في الكهف. داود عاش في كهف على فكرة. فكون إن الناس تضطر إن هي تعيش في الكهوف، ده مش معناهم إن هم حجريين، ولكن ده يسمى عصر حجر. ده بسبب العصر الجليدي اللي هتكلم على ظروفه إزاي، إنه أفضل ظروف تشرح تكوين عصر جليدي اللي احنا شايفين أثاره واضحة هو ما بعد الطوفان، بسبب اللي ترك الطوفان من مويشر مرتفع وهكذا. أما النقطة الثانية على موضوع العصر الحجري عزيزي، القصة باختصار شديد إن الإنسان كان في الأول المعادن كان شبه متوفرة، وزي بيشرحها سفر التكوين إصحاح 1 وإصحاح 5. لكن بعد الطوفان والطبقات الرسوبية اللي تكونت كتير، أصبح أغلب المعادن صعب استخراجها بسبب الطوفان أيضا، ودي برضو شرحها الكتاب المقدس. تلاقي الذهب كان متوفر، ما كانوش بيحتاجوا يحفروا مناجم كبيرة عملاقة عشان يطلعوا الذهب، ده كان متوفر قبل ما يدفن. أيضا نفس المعادن، وكان يوجد نبال ويبال صانع الخيام وصانع الأدوات النحاسية، يعني النحاس كان متوفر. لكن كل ده دفن بسبب الطوفان، وبقي محتاجين يعملوا مناجم لاستخراجه. فإيه الأسهل أدوات بدل ما الإنسان يقعد يحفر عشان يطلع المعادن اللي كانت متوفرة قبل الطوفان؟ إنه يصنع أدوات حجرية، صح؟ سكينة حجرية تقدر تصنعها بكل سهولة لو أنت المعدن مش متوفر قدامك بعد الطوفان. طيب الأدوات الحجرية دي تقيلة، فأنت بتعمل إيه؟ بتختار مكان صيد مناسب بيبقى فيه الحيوانات زي الغزلان وهكذا كتيرة. بس هل هتفضل تشيل معاك الأدوات الحجرية زي السكاكين والحاجات اللي بتقسم تقطع بيها وهكذا، كل الحاجات دي كلها تفضل تشيل رايح جاي بيها، بالإضافة للحوم اللي أنت هتاخدها لأسرتك من الصيد؟ مش هتقدر تشيل ده كله. فبتعمل إيه؟ كانوا بيختاروا كهف قريب من منطقة الصيد، يحطوا فيه الأدوات الحجار الحجرية، أدوات الصيد الحجرية. لما يطلعوا في رحلة الصيد يروح يجيبوا الأدوات بتاعة الصيد بتاعتهم، يصطادوا بيها الغزلان، يرجعوا للكهف يقطعوها ويعملوا بيها اللي هم عايزينه، ويسيبوا الأدوات الحجرية وياخدوا اللحوم بس يروحوا بيهم لبيوتهم والخيام بتاعتهم. الخيام تنتهي والزمن يعدي ويجي، اكتشف الإنسان كهف قديم مليان أدوات حجرية. أيوه، لقينا أدلة على الإنسان الحجري. لا يا عزيزي، ده إنسان طبيعي من بعد الطوفان، بسبب ظروف الطوفان كان بيعمل هذا الأمر. ده باختصار شديد جدا في أول بعض مئات السنين من بعد الطوفان، ده الإجابة باختصار. لكن الموضوع هيكون تفصيلا أستاذ فادي لما أوصل للقسم 11 والعصر الجليدي والعصر الحجري وهكذا، وإيه اللي قال عنه الكتاب المقدس. سؤال من الأستاذ من اليوتيوب، أستاذة رانيا، سلام المسيح. في المزمور قال الرب لربي، كلمة الرب وربي إيه معناها الأصلي والمقصود بيها بدقة؟ باختصار شديد جدا، كلمة قال يهوى لأدوني، وكلمة أدوني هو تصريف من تصريفات أدوناي ونفس معنى. وكلمة أدوناي يستخدم قليلا على البشر، ولكن أدوناي من أسماء ربنا السبعة اللي بيستخدمه في العهد القديم، يهوى وإلهيم وأدوناي وشداي وإهيه أشير إهيه وزباؤوت وهكذا. فأدوناي بيقول داود، وداود المتكلم وهو أول أو يعني تاني ملك يهودي، ولكن أول ملك ربنا يختاره ويوعد أن من نسله هيجي المسيح. وداود يقول قال الرب لربي، فمن هو رب داود الأدوني أو أدوناي لداود في هذا الزمان؟ لا يوجد إلا الرب وحده يهوى. الموضوع ده على فكرة يوجد أعداد كثيرة جدا عليه تؤكد المعنى اللي بقوله لحضرتك. فقال الرب لربي هي بنفس المعنى اللي في العربي، لكن عبريا هو قال يهوى لأدوني.
وعلشان كده اليهود فهموا منها انه المصايا رب داود، ولكن ايضا عندهم المصايا ابن داود. فلذلك الرب يسوع المسيح اللي احرج بيها اليهود وبقوه لما قال لهم المسيح ابن من هو، قالوا له ابن داود، وده واضح جدا. طب قال لهم ان كان ابن داود فكيف داود يدعوه ربا؟ ده فعلا ملهاش اجابه. اذا كان هيل داود ينفع يلقب المصايا ابنه ويكون انه الرب لربي، انه ده متفق على انه على المصايا ده حتى اليهود الحاليين متفقين عليها، فكيف داود يلقب المصايا ابنه بربه اللي هو أدون، اللي هو اسم من أسماء ربنا أيضا، يستخدم قليلا عن البشر ولكن أغلب استخداماته على الله، زي سفر خروج 34-23 أمام السيد الرب أدون يهوى، سفر يشوع 3-13 الرب سيد الأرض يهوى أدون، سفر أشعياء 1-24 يقول السيد رب جنود يهوى أدون، وهكذا. فطبعا واضحة جدا التعبير اللي قاله. عشان كده لما استشهد المسيح بهذا العدد المتنبأ عنه في سفر المزامير 110 أنه هو نبوة عن المسيح، واليهود يعرفوا ده، ما عرفوش إزاي يجاوبوا أن داود الملك اللي هو أعظم إنسان في اليهود في حياته بيلقب المصايا بربه أو بأدون، لأن ده إعلان لاهوت للمسيح، عشان كده ما عرفوش يجاوبوا. وخاصة بيكمل ويقول إيه، قال الرب لربي اجلس عن يميني، واليمين اللي هو مركز قوة الله، وده ليس مكان بشرا، لأن الحاجة الشيء الوحيد الذي يوصف يمين الرب اللي هو ذراع يهوى نفسه، وقال إن هو ذراع الرب يخلص، ذراع يهوى، وذراع يهوى مش هيكون إنسان. عشان كده السبعينية اللي هو اليهود من قبل الميلاد في 282 قبل الميلاد لما جم يترجموا العدد ده قالوا كيريوس كيريو، يعني قال كيريوس لكيريوس، وده قبل الميلاد بثلاث قرون، لأنه واضح وفاهمين المعنى ده كويس جدا. ده باختصار شديد. فقال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. ويكمل عليه ويقول شعبك منتدب في يوم قوتك، ولسه بيكلم على أدون، في زينة مقدس من فحر من رحم الفجر لك طل حداثتك. أدون يعمل يقول إيه، أقسم الرب. فأدون يرجع لقبه بيهوى مرة تانية ولم يندم. فقال يهوى لأدون، أدون يرجع لما يتكلم في عدد 4 ونلاقيه يرجع يستخدم اسم يهوى، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الرب عن يمينك، يعني الرب هو أدون والرب يهوى هو أيضا عن يمين المصايا اللي هو أدون اللي هو يهوى. فيجلس الرب مركز القوة، يعني مركز قوة رب الأرباب اللي هو ذراع الرب، وده إعلان لاهوت. يرسل سلطانك، يعني هو الذي له السلطان، يعني سلطان يهوى نفسه، من رحم الفجر، يعني موجود من قبل الخليقة. ده الفجر اللي هو البداية، ده هو من رحم الفجر، يعني قبل البداية، قبل الخليقة موجود، لا يوجد إنسان موجود قبل الخليقة. وبسبب هذا التعبير اللي موجود في مزمور 110:3 اليهود يقولوا في ست أشياء موجودة قبل الخليقة، منها التوراة ومنها المصايا، أو بس البعض بيقول اسم المصايا، أنت كاهن إلى الأبد، يعني ده طلع أزلي أبدي، وهو ملء قوة الله وملء سلطان الله، كل ده اللي بيقوله المزمور، إلى الأبد، ده أبدي، في إنسان أبدي، على رتبة ملكي صادق، يعني أعلى من الناموس وأعلى من موسى، الرب عن يمينك، يعني هو ملء قوة الله وقوة الله ظهر فيه بالكامل، يدين بين الأمم، يعني هو الديان، كل ده واضح. فداود اللي بيقول هذا المزمور ما ينفعش يلقب حد إن هو ربه ويكون بيتكلم على بشر، ده باختصار شديد. طبعا الموضوع ده درسناه بشيء من التفصيل في ملف الرد على ادعاء هل ترجمة قال الرب لربي خطأ، فاللي يحب يرجع للموضوع ده هيلاقيه قدام حضراتكم اهو، لان احنا اتكلمنا عنه بشيء من التفصيل.
أنا عارف إن الوقت ابتدى يسرع، فبحاول أنا كمان أسرع في الإجابات فسامحوني. سؤال مرة تانية للأستاذ أو أستاذة الدنيا صعبة من اليوتيوب، يقول: لقد قرأت، وأرجو التوضيح، أن الكنيسة الأرثوذكسية تنظر إلى الخطيئة على أنها مرض، فكيف هذا؟ وهل الرب جاء ليفدي من الموت أو يدفع ثمن الخطايا؟ رجاء محبة، بلاش نقول الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية وهكذا، رجاء محبة. لكن anyway، في كل كتابات المفسرين أجمع في ثلاث كنائس بيمثلوا الخطيئة كتوضيح، وده على فكرة لأنه فكرة كتابية، كما لو كانت مرض، لكن ده مش انه الخطية مرض literally، لكن كتشبيه. فبيشبهوا الخطية والموت نتيجة الخطية بالمرض المميت، ده فقط تشبيه، ده شرح، ده توضيح، ده كتوضيح، مش حاجة انه بيقولوا لا الخطية literally مرض، لا، ده فقط توضيح لأسلوب الخطية وما تفعل. وده على فكرة كل المفسرين حسب يعني ثلاث كنائس، مش كل المفسرين، مفسرين كثيرين لجأوا لأسلوب التشبيه هذا، مش بس في كنيسة محددة. بالضبط أستاذة ناريمان، كنت لسه يعني هحاول أبحث عن العدد، زي ما ده المسيح نفسه شبهها بهذا التشبيه، عشان كده أغلب المفسرين يلجأوا لي. ليه؟ لأن المسيح قال: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة، فشبه الخطاء بالمرضى والخطية بالمرض، عشان كده السبب. فتشبيه المسيح ما بيقولش حرفيا ان الخطيه هي مرض كما لو كان بيجي بسبب فيروس، لا، ده باختصار شديد. سؤال من الاخ اركيوبتيركس مره اخرى في اليوتيوب، بيقول: لماذا نبحث عن الله فيما يتناقض مع العلم؟ ده في رايك عزيز، ما بنبحث عن الله فيما يتناقض مع العلم. العلم الحقيقي الذي يعتمد على الملاحظه ولا الاختبار، والاختبار والتكرار observable, testable, repeatable، كل هذا العلم يشهد عن الله ولا يتناقض في وجود الله. قاعدة أو أول قانون مهم للحياة البيوجينيسيس يشهد على الخلق ووجود الخالق. قوانين الثيرموداينامكس يشهد على وجود خالق لله. مبادئ المنطقية وقواعد علم المنطق يشهد على وجود الله في العلوم المختلفة. أما الفرضيات اللي بيحاولوا يضعوها ليدعوا عدم وجود حاجة لإله خالق، هي اللي بتكون مغرضة بسبب هذا الأمر. فما أثبتوا القوانين وليس فرضيات علمية، القوانين، ما يثبتوا القوانين يشهد ويؤكد ويصرخ بوجود الله. أما إصرار حضرتك على التطور عملية رائعة، ده في رأيك. فالتطور العملية رائعة عبقرية، وأمسك منك كلمة عبقرية، حضرتك بتحاول تقولي أن التطور اللي بيتم بدون توجيه ليس من إله خالق عاقل ذكي، لكن الذي يقوم بالتطور الطبيعة الغير عاقلة الغير ذكية الغير موجهة، اللي ملهاش هدف، اللي ملهاش خطة مستقبلية حطها في ذهنها، الغير خالقة، الغير خلاقة، الغير عبقرية، هي اللي انتجت التطور العبقري. وأيضا الطفرات الغير موجهة العشوائية التي تقود لسرطانات وتدهور وأمراض سيئة، والأمراض الوراثية واللي هي نسبتها قليلة ونادرة وغير منظمة وعشوائية، حضرتك بتقول إن دي قادت إلى العملية الرائعة للتطور. You really need to rethink again عزيزي. طبعا لن أجد الله في الطفرات العشوائية اللي تقود للتدهور، ولن أجد أن الطبيعة الغير عاقلة تكون هي بديل لله. ده يعني فعلا اللي يقول هذا الكلام بيخدع نفسه، لأنه بيقول النقدين في نفس الأمر: أرفض وجود إله عاقل، لكن بدعي أن الطبيعة عبقرية رغم أن هي غير عاقلة. شايف التضارب في الفكر عزيزي؟ ربنا يكون معاك ويفتح عينك، وانت مش بعيد، بس محتاج تبطل تعصبك الأعمى للتطور.
سؤال من الفيسبوك. جاوبت على السؤال بتاع أستاذ ياسر. سؤال، لحظة واحدة بس شوف التعليقات وصلت ايه. على فكرة بسبب كثرة التعليقات على اليوتيوب والكلام الكتير اللي بيتكتب على اليوتيوب، بس رجاء محبة، ده بيمنعني ان انا استخدم خاصية هتعجبكم في البرودكاست على اليوتيوب، لانه التعليقات سريعة وبيسبب ان الاسئلة بتختفي، انا حتى مش لاحق ان انا انزل او اظهر التعليقات لحضراتكم. فرجاء محبة، لو ما كانش سؤال ارجوك اشكرك جدا لو تكون محب ليا وما تنزلش او ما تكتبش اي حاجة على اليوتيوب. ربنا يبارككم رغم ان انا ما استحقش. سؤال I love Jesus بيقول: سلام المسيح دكتور غالي، في شبهات تصار حول نهاية انجيل مرقس ان هو يختلف تماما عن بقية الانجيل الثلاثة، ما هو رد حضرتك؟ في شبهتين بتصار او شبهتين كبار تدور حواليهم شبهات كتيرة تحت نهاية انجيل مرقس البشير. شبهة الاولانية ان بيدعوا ان هو بيختلف، وده غير صحيح بالمرة. نهاية انجيل مرقس البشير تتفق نفس الأفكار اللي اتقالت في نهاية إنجيل متى البشير وإنجيل لوقا وأيضا إنجيل يوحنا وأعمال الرسل، ودي ذكرتها بالتفصيل وجبت آخر 12 عدد اللي تعب ناس كتير وقارنتهم وطلعتهم ما يشبه نفس الفكر، بل أحيانا يتقارب جدا في الألفاظ والمعنى من يعني ال 12 عدد اللي في نهاية إنجيل مرقس من عدد 9 ل 20، ال 12 عدد دول بنفس المعنى والفكر والإيمان والمحتوى موجودين في الثلاث أناجيل وأعمال الرسل. على فكرة الحاجة الثانية، الشبهة الثانية الكبيرة اللي هو شبهة أنه ادعاء أن ال 12 عدد بتعود إنجيل نهاية إنجيل مرقس البشير دول محرفين وغير أصليين وتم إضافتهم حديثا. والموضوع ده رديت عليه أقدر أقول لحضرتك بشيء من التفصيل، يعني رديت عليه في ملف تعدى 450 صفحة. وعلى فكرة الملف ده برضو بيؤكد انه الاعداد دي موجودة في بقية الاسفار بنفس المعنى والايمان وهكذا. فلو عايز يا عزيزي تقدر ترجع حضرتك للأدلة الخارجية والداخلية على نهاية انجيل مرقس البشير وآدي اللينك بتاعها لو تحب، وهتلاقي الرد على مجموعات الشبهات الاثنين، وأيضا في ملف يعني ده مختصر شوية لو عايز ما هو أكثر من ذلك وتفصيلا أكثر من ذلك، فيه هتلاقي رد تفصيلي لإثبات نهاية أو أصالة نهاية إنجيل مرقس البشير التقليدية اللي هو 12 عدد، برضو ده آدي في اللينك قدام حضرتك. فلو عايز باختصار الأولاني عايز بالتفصيل التاني. ربنا يبارك حضرتك عزيزي. طيب سؤال من اليوتيوب، يسوع هو الطريق، بيقول عايز أعرف لو حرق غابات الأمازون ليها علاقة. ما أقدرش أقول إن ليه علاقة مباشرة بالنبوات في سفر الرؤيا، لا، حرائق الغابات بتحصل باستمرار، لكن هو نفس الاتجاه، نفس الروح، نفس الفكرة إنه هتحصل غابات كتيرة، نار ودخان، فهو يندرج تحت النار والدخان، لكن مش هقول ان هو بقى ذاته علامة من العلامات، لا، ده حاجة من الأحداث زي ما قال ربنا هيكون في حرائق كتيرة، ده أحد الحرائق. فهمني أقصد أقول إيه؟ محاضرة غدا هحاول أحضر لو ربنا بارك في الوقت، لكن مش عارف إذا كنت هلحق ولا لا. بركة كبيرة، لكن أنا ما كنتش أعرف، أنا بس عرفت النهاردة من الإعلان اللي بينزل على المحاضرة الجميلة بتاعت بكرة، لكن هحاول على قد ما أقدر، لكن للأسف أنا أوريدي بكرة عندي يعني يوم عمل في البيزنس يعني توتالي بوكت. anyway ربنا يبارك حضراتكم. إيه الفرق بين المسيح أستاذة بنت المسيح بنت الملك يسوع المسيح إلهي؟ بتقول ايه الفرق بين المسيح له كل المجد هو كلمة الله وبين الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ هل كلمة الله هنا يعني ربنا بيتكلم وربنا كان ليه شكل قبل التجسد؟ اشكر حضرتك جدا استاذة بنت الملك يسوع المسيح الهي. لا،
في اختلاف كبير، حتى للأسف يمكن في العربي متشابهين، ولكن في اليوناني في فرق ما بين لفظين. باختصار شديد جدا أختي العزيزة، في اليوناني يوجد لوغوس ويوجد ريما، الاثنين بيعنوا كلمة اللي هي كلمة وورد، ولكن اللوغوس تميل أكتر حتى منها اللوجيك، المنطق، العقل. أما الريما تميل إلى الكلمة المقروءة أو المكتوبة أو المقالة أو المقولة. فاللوغوس دايما بيشير للرب يسوع المسيح، عشان كده في إنجيل يوحنا في البدء كان كلمة برش الكتاب المقدس إنجيل يوحنا الحبيب، في إنجيل يوحنا إصحاح 1:1، في البدء كان الكلمة، قال لوغوس، لما قال إن أرشي إن أولوغوس ما قالش إن أرشي إن ريما. ليه؟ لأن ريما تستخدم أكتر على معنى الكلمة المكتوبة أو المقروءة أو المنطوقة. فالكتاب المقدس بنقول عليه ريما في اليوناني، يعني كلمة الله المكتوبة. أما الرب يسوع المسيح بنقول عليه لوغوس، اللي هو اللوجيك، اللي هو عقل الله أو نطق الله العاقل أو عقل الله الناطق. بركة كبيرة لكل الأساتذة اللي بيسلموا، أيضا أشكر الإخوة الأحباء اللي دخلوا، اللي ليهم فترة طويلة ما دخلوش، فرحان بوجودهم معنا في البلتوك وهكذا، ربنا يبارككم. كويس أستاذة بنت الملك، ده باختصار شديد جدا، عشان كده حتى كتير من الآباء لما بيشرحوا هذا الأمر، وخاصة الآباء في القرون الأولى اللي كانوا عارفين اليوناني كويس جدا، قالوا شبهوا اللوغوس بنهر اللي هو الرب يسوع المسيح، والريما كما لو كان إناء بتغرف من النهر. فالكتاب المقدس كما لو كان إناء بتملأ من كلام الرب يسوع المسيح، أو مليان من كلام الرب يسوع المسيح، العقل نفسه، عقل الله نفسه. ده باختصار شديد جدا. سؤال لحضرتك تاني، بتقول فين الأسئلة بتختفي بسرعة، أهو أظهره قدام حضراتكم عشان أقرأ. ويرجو تهدوا التكست شوية لأنه ما قبل ذلك اختفى، فأنا مش لاحق أظهره قدام حضراتكم. هل لو تجاهلت أخت مسلمة تريد النقاش معي وأنا لا أريد هذا، إيه التصرف؟ هل إن صادفت من يقول صلي على النبي كيف أرد من غير ما أغير إيمان؟ أشكر حضرتك جدا أخت العزيزة على سؤالك ده. لا، الإنسان مطلوب منه حكمة. بمعنى إيه؟ الكتاب المقدس وصانا المباحثات الغبية نجتنبها. الأخت المسلمة اللي جاية تجادل معاكي لأجل الجدل أو لأجل إن هي توقعك أو لأجل تسبب لك مشكلة، وحضرتك عارفة الكلام ده من أول، الحكمة إن أنا ما أتكلمش معاها. ده ليس هروب ولا خوف، أنا بأعلن إن أنا إنسان مسيحي، أنا ما بنكرش إن أنا إنسان مسيحي. لكن اللي جاي يوقع، يعني يقارن لك ما بين الإسلام والمسيحيات عشان يوقعك، وهو جاي فقط هو ده هدفه، لا، حضرتك ترفضي هذه المباحثات الغبية. فالكتاب المقدس قال نعتزل على الحاجات اللي زي دي. والناس اللي ييجوا يحاولوا يجبروا في هذا الأمر، على فكرة معلمنا بولس الرسول كان بيرفض حتى يتكلم معاهم. كلام ده أجيبه لكم بدليل كتابي في سفر أعمال الرسل صح 19:9، كان في وسط الناس اللي بيبشرهم قوما يتقصون ولا يقتنعون، شاتمين الطريق أمام الجمهور، وده هدفهم، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ، فركنهم على جنب، مرضيش يتكلم معاهم. أما اللي يقول لحضرتك صلي عن النبي، لا طبعا ما تقدريش تقولي له أصلي عن النبي، قولي له أنا أخت مسيحية. ده باختصار شديد جدا، فخلاص. لكن ما تقدريش اوعي تصلي على النبي، اوعي تفعلي هذا الامر، لانه كده يعني حاجه تغضب قلب ربنا. الا انا مش، هل حضرتك اخت عابره ولا حضرتك اخت مسيحيه؟ وهل لو عابره اتعمدتي ولا لا؟ لان هقول لحضرتك ايه، في موضوع ده اتكرر أكتر من مرة، والسؤال اتسأل أكتر من مرة، هل العابرين يخبوا إيمانهم ولا لا؟ طبعا لا.
من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. ولكن باختصار شديد، بعض العابرين اللي لسه في بداية الإيمان اللي ما تعمدوش، مش من الحكمة يروح أول ما يقبل الرب يسوع المسيح ربا ومخلصا يروح جاري يقول لهم على فكرة أنا تعمدت علشان ياخدوه يقتلوه، أنا أمنت وهو لسه ما تعمدش عشان ياخدوه يقتلوه. لا، حاول تعتزل، يعني حاول تتدور على مكان تخرج إليه، مكان يبقى مناسب أن أنت تتعمد فيه، تبدأ حياتك الجديدة، لأن دول هيضطهدوك زي ما قال المسيح، الأم تنقلب على بنتها والكنة على حماتها وهكذا، وأعداء الإنسان هيكونوا أهل بيته. فباختصار شديد جدا، لو حضرتك عابرة أو إنسانة مسيحية، معرفش، لكن أنا I'm just يعني saying، لو في قابلت المعمودية يبقى لازم ما تنكريش المسيح مهما حصل. لكن لو لسه في مرحلة الموعوظين قبل المعمودية، محتاجة حضرتك بحكمة تنعزلي على المكان اللي فيه، اللي عارفاهم ان هم دول هيكون أعدائك ويسببوا لك أكبر مشاكل في حياة الإيمان. أستاذ صبيح، صباح، أستاذة صباح أنا آسف، من الفيسبوك، ممكن حلقة على الكهنوت، هل هو مستمر لوقتنا الحالي أم الكهنوت باطل كما يدعي الإنجليان؟ أشكر حضرتك جدا أستاذة صباح، ويمكن أول مرة أشوف اسم حضرتك، بس خليني أوضح حاجة. الخدمة بتاعتنا النهاردة لاهوت دفاعي، هي ليست لاهوت طقسي ولا لاهوت يعني اللي هو في الخلافات ما بين الطوائف. فرغم أن أنا أنتمي لكنيسة التقليدية الأرثوذكسية، ولكن أنا إنسان مسيحي أنتمي لكنيسة الأرثوذكسية، كويس؟ فبحاول أتحاشى في خدمة اللاهوت الدفاعي عن الحاجات الخلافات الطائفية. أنا أؤمن بالكهنوت تماما، وعندي بدل الدليل 10 وكاتب فيه ملف كامل اسمه سر الكهنوت، تقدري حضرتك ترجعي له في الموقع وهتلاقي ليه أؤمن بالكهنوت. لكن لا أهاجم إخواتي الأحباء المسيحيين، إخواتي في جسد المسيح اللي لا يؤمنوا بالكهنوت، لكن فقط برد لما يقولوا لي هذا الأمر باطل، برد إن هو لا، بالنسبة لي مش باطل. ليه؟ لأن إيماني كتابي يعتمد على هذه الأمور، كلام الرب يسوع المسيح في أعمال الرسل وتطبيق الكنيسة الأولى بوضوح شديد وإزاي نفذوها، وعندي بدل الدليل عشرات من الكتاب المقدس ومن أقوال الآباء في القرون الأولى الميلادية، قرن الأول والثاني والثالث وهكذا. لكن بحاول هنا إن ما ندخلش في خلافات. فارجعي حضرتك لملف سر الكهنوت في الموقع وهتلاقي الرد التفصيلي، وهتلاقي ليه إيماني أنه الرب يسوع المسيح أسس سر الكهنوت ده اللي مفهومي حسب ضعفي جدا. ربنا يبارك حضرتك، أشكرك جدا على هذا الأمر، وأتمنى أشوف حضراتكم باستمرار معانا. أستاذ من الفيسبوك، أستاذ شكري حنة، بيقول هل العذارى الذين لم يكن عندهم استعداد مجيء المسيح الثاني هل هيخلصوا بعد الحكم الألفي؟ أشكر حضرتك جدا عزيزي، عشان أكون أمين مع حضرتك، أنا أؤمن بالملك الألفي الروحي اللي احنا نعيش فيه، ولكن طبعا بوضح باستمرار يوجد إيمانين، إيمان غير تقليدي وإيمان تقليدي. الإيمان التقليدي إن احنا بنعيش في الملك الألفي الألف سنة من ساعة ما المسيح قيد الشيطان من قبل الصليب، وإحنا بنعيش في مملكة المسيح، وبالفعل ينطبق علينا المعنى الروحي اللي قاله سفر أشعياء صحة 11. لكن ما بخطأش على الإطلاق ولا أهاجم اللي بيؤمنوا بالملك الألفي الحرفي، إن المسيح هيملك ألف سنة على الأرض literally، وفي آخر الملك الألفي لما المسيح يحكم ألف سنة وحيحصل التمرد ويحل الشيطان زمانا يسيرا وهكذا. فرغم أن أنا أؤمن بالملك الروحي وأؤمن بالبوست تريبوليشن رابتشر، لا أؤمن بالبري تريبوليشن رابتشر، حاضر أستاذ هناكو، لكن رغم ذلك هحاول، رغم الاثنين بيزعلوا مني، لكن هحاول أمثل الفكرين في الرد على السؤال، رغم أن الاثنين بيزعلوا، التقليدي اللي أنا أنتمي إليه والغير تقليدي لأنه بيقولوا مش ما تردش على لساننا. لكن معلش اسمح لي أن أنا أمثل الفكرين لأن الاثنين فكرين مسيحيين. بالنسبة للعذارى الجاهلات اللي ما كانش عندهم شكرا يا ويسبر
أيوة. لا، الإخوة الأحبة، العذارى الجاهلات اللي ما كانش عندهم استعداد لدخول المسيح بالنسبة للفكر التقليدي، لا دول مش هيخلصوا، دول الذين لم يكملوا خلاصهم بخوف ورعب، دول الذين لم يراقبوا طريقهم كويس وسقطوا، اللي ما كانش عندهم إيمان عامل بالمحبة. أما بالنسبة للفكر الغير تقليدي اللي يؤمن بالملك الألفي الحرفي، actually يوجد الفكرين، يوجد التفسيرين، ما يشبه الفكر التقليدي، بس بيقولوا إن العذارى دول ما كانوش مؤمنين، يرفضوا إن يسموهم مؤمنين وسقطوا. لا، بيقولوا عليهم مش مؤمنين، لو كانوا مؤمنين ما كانوش سقطوا، ما كانوش بقوا جاهلات. ويوجد الآخرين اللي بيقولوا لا، هيكون ليهم خلاص بعد العذاب في أثناء الأتعاب خارج الملك الألفي. فأنا وضحت لحضرتك، أو آسف حضرتك أخطأت، وضحت لحضرتك الفكر التقليدي بيقول إيه وشبه رأي واحد، الفكر الغير تقليدي بيقول إيه، واللي هو فيه رأيين في هذه الطريقة. بيعتمدوا إيه؟ بيعتمدوا في هذا التفسير على الموجود، الفرع يعني لو لم يثمر يقطعوا، بيقولوا لا، كلمة يقطعوا، وأنا أؤمن إن هي ودرستها لفظيا على قد ما أقدر، إن هي يقطعوا فعلا فرع ده يتقطع، لكن بيقولوا لا، ده هو إحنا فاهمينه غلط، كان المفروض يتكتب في الترجمة يرفعوا. قال يرفعوا إيه؟ علشان يشوف شمس أكتر فيثمر السنة اللي بعدها، لكن الحقيقة الكلمة موجودة قطع معنى قطع. فده باختصار الفكر التقليدي اللي بيقول لا، دول للأسف لم يكملوا طريق خلاصهم فهلكوا، والفكر الغير تقليدي بيقول يا إما كانوش مؤمنين أصلا عشان كده هلكوا، يا إما لو كانوا مؤمنين وما قدروش يدخلوا الملك الألفي هيتطهروا في الأتعاب، ولكن هيكون ليهم لسه فرصة للخلاص. ده باختصار شديد. أخد سؤال أو سؤالين من البالتوك، ولو في وقت أكمل، لو ما كانش في وقت ممكن أتوقف. الأستاذ الشامي شتمي، آسف مش عارف أقرأ اسم حضرتك، الشتيمة عيب. أوكي. أحيانا بيختلط عليها الفرانكو أراب، الشتيمة عيب. أشكر حضرتك جدا عزيزي. طيب، حضرتك كتبت سؤالك على التكست: هل الطوفان شمل كل الكرة الأرضية أم لمنطقة معينة في الأرض؟ وهناك من المسيحيين من يشك بقصة الطوفان ويدعي إن هي وردت عند شعوب قدماء كالبابليين. أشكرك جدا عزيزي على سؤالك. أولا، الطوفان لو يغطي الجبال لازم يكون يشمل الكرة الأرضية، ده حتى بقواعد أبسط قواعد اللي هو نظرية الأواني المستطرقة. المية عشان ترتفع تغطي الجبال زي ما ذكر الكتاب المقدس لفظا في منطقة معينة، طب هتفضل واقفة كده متعلقة في الهواء؟ مش هتنسكب وتغطي بقية المناطق؟ حضرتك تخيل معايا، ترتفع المياه، ارتفاع الجبال تغطي كل جبال منطقة العراق زي ما بيدعي البعض، أوكي، أو منطقة بابل تغطي كل المنطقة بارتفاع عملاق، وهتسيب بقية المناطق ما تنزلقش إليها؟ طبعا الفكر ده غير صحيح بالمرة، لكن بوضوح شديد الطوفان حسب الوصف الكتابي غطى كل جبال الكرة الأرضية، أوكي، وده اللي بنلاقيه في أدلة. خلوني، رغم إن هو الموضوع خارج عن قصتنا، لكن معلش اسمحوا لي توضيح صغير عشان أوضح لحضراتكم قصة إيه واللي بيقع فيها البعض حتى من المسيحيين باختصار شديد. معلش هاند ميد، ولكن يمكن توضح الصورة. لو هنتكلم على العمود الجيولوجي بهذا المنظر، ومن هنا البري كامبريان، و بعد البري كامبريان يجي الكامبريان والاوردوفيشن، وي المهم الباليوزويك والميسوزويك والسينوزويك. اوكي، ده الباليوزويك، ده الميسوزويك، ده السينوزويك. ولو هنتكلم على الباليوزويك اللي هو في الكامبريان وهكذا، والميسوزويك الترياسيك والجوراسيك والكريتيشياس، ولغايه ما نوصل للسينوزويك الزمن الحديث، يوجد طوفانات مكانيه حصلت، وعلى سبيل المثال في بابل. للأسف حتى المسيحيين، لكن اللي بيؤمنوا بقدم عمر الأرض والحقب والتطور والكلام ده كله، الإنسان جه هنا في زمن السينوزويك، human being أو homo، أوكي؟
يبقى طالما الإنسان لو حنتماشى مع الحوقة بجي هنا، يبقى الطوفان يكون حصل هنا. أدور على أدلة الطوفان في العالم، ما قاليش أدلة الطوفان حصلت في هذا الزمان إلا مثلا في مناطق محددة زي العراق مثلا، يبقى أضطر أقول إيه؟ إذن الطوفان كان مكاني في العراق. لكن الإشكالية أنا بدور على الطوفان في الطبقة الخطأ في الزمان الخطأ. فهمني عزيزي؟ لكن لو أنا بأرفض الحقب وعارف أن الحقب دي ليس لها وجود، ده كل الطبقات الرسوبية دي تكونت من الطوفان نفسه، وهو التفسير العلمي الوحيد اللي يفسر وجود هذه الطبقات الرسوبية العملاقة، يبقى الطوفان حصل هنا بداية الكامبريان، والكامبريان موجود على كل سطح الكرة الأرضية، ويبقى كل الطبقات دي كلها الطبقات الرسوبية اللي كونها الطوفان مش هنا، ويبقى لغاية هنا طبقات الطوفان، ويبقى في النصف الثاني من السينيزويك دي الطبقات اللي حصلت بعد الطوفان. ما في طوفانات وفي بحيرات وفي في أماكن زي بما فيها العراق حصلت بعد الطوفان. يبقى ساعتها لما لاقي أثار طبقات حصلت في نهاية السينيزويك في منطقة مش موجودة في منطقة تانية، أنا عارف إن ده طوفان محلي، أو عارف إن هو ده فيضان نهر أو بحيرة أو هكذا، أو موجة تسونامي أو غيره. فهي الإشكالية أنا ببحث فين. فللأسف اللي بينادوا بالطوفان المحلي هم في الأصل يؤمنوا بالحقب، ولإيمانهم بالحقب يبقى الإنسان جاي في نهاية حقبة السينيزويك، يبقى بدور على الطوفان في نهاية السينيزويك، يبقى مش هلاقي الطوفان. الطوفان من الكامبريان أو من الباليزويك والميسوزويك وجزء من السينيزويك باختصار شديد. مش عارف إذا كنت عرفت أجاوب حضرتك أستاذ الشتيمة عيب ولا توهتك زيادة. هل الصورة اتضحت؟ ده باختصار شديد عزيزي عشان بس أوضح القصة إزاي. أما النقطة الثانية أو الجزء الثاني من سؤال حضرتك، وهو أنه قصة الطوفان جات عند شعوب قديمة كالبابليين، ده مش البابليين بس، ده أنا تكلمت يوجد فوق 240 حضارة وثقافة قديمة في مختلف شعوب العالم بما فيها المعزولة. حتى على سبيل المثال الإيبو أوريجينال أو النيتيف إنديان أو اللي ما تسمى بالهنود الحمر قبل اكتشافهم في الأمريكتين، كل دول عندهم قصة الطوفان بنفس الشكل تقريبا مع اختلافات وتكلمت عنها. فده مش يعني طوفان محلي، لا، ده الحقيقة يشهد على طوفان عالمي، وأغلبهم يتفقوا على أن أسرة واحدة هي اللي نجت، وأغلبهم يتفقوا أن أسلوب النجاة كان مركب، وأغلبهم يتفقوا أن المركب ده كان فيه من الحيوانات الكرة الأرضية، وأغلبهم اتفقوا أن المركب ده رسى على منطقة جبلية وهكذا، بل بعضهم أو كتير منهم عندهم أسماء تتشابه مع الأسماء الكتابية. ده يكون أدلة على حدوث الطوفان، وإلا كل الشعوب ليه بما فيها المعزولة بتؤكد أن جدودهم حكولهم على الطوفان إلا وما كانش حصل. ده باختصار شديد جدا. طبعا ده اللي بيتكلموا على طوفان نوح، ولكن للأسف هذه الشعوب اللي ده يدخل فيها بعض الأساطير بدأت تضيف عناصر أسطورية. يبقى بدل ما الطوفان بسبب خطية الإنسان وهكذا، لا، الطوفان بسبب عقد الإله اللي انقطع على سبيل المثال، وقتنا بشتيم ومش عارف، واللي كان بيبحث عن الخلود، ويبتدي يدخل عناصر أسطورية. عشان كده فعلا العلم اللي بيحقق في القصص التاريخية بيوضح ان دايما كل، يعني حتى ده المثل اللي بيتقال، كل ساينس فيكشن ليه ساينس فاكت أصل ليه وتبنى عليه الساينس فيكشن. يعني كل أسطورة بيكون في الحقيقة ليها أصل، مفيش أسطورة 100% مخترعة بالكامل، لكن الأسطورة بيبقى ليها نسبة حقيقة حصلت ويتبني عليها الفكر الأسطوري. فكل الحضارات اللي تكلمت وأضافت بعضها أو كثير منها عناصر أسطورية هي بنت على قصة الطوفان الحقيقي الكتابي التاريخي اللي حصل من تقريبا 4500 سنة مضت، أو أقل من كده حقيقة 4400 سنة مضت، وأضافت بعضها أو كثير منها بعض العناصر الأسطورية. ده باختصار شديد. لكن للأسف المسيحيين بعض وليس كل
بيبحثوا على أدلة الطوفان في الطبقة الخطأ في الزمان الخطأ. أشكرك جدا عزيزي أستاذ الحبيب أستاذ رسول الله جون، لو سمعني اكتب لي واحد. شور اتفضل المايك مع حضرتك. أنا عجبني جدا رد حضرتك على موضوع العصر الحجري وكلمة المعلومة غايبة عني، بس أنا كنت فاهمها بمعنى معين، كنت حابب أعرضه على حضرتك وتقولي ده صح ولا غلط. حضرتك موافق من واحد؟ لو ما كانش حابب تاخد أسئلة ممكن أحسبك المايك حالا. تمام، شكرا ليك. أنا كنت فاهم قريت تفسير سورة التكوين أو إصحاح، وكان لما جاء ربنا اتكلم على اليوم الأول كنت بقرا من تفسير أنطونيوس فكري، كان في رأيين في معنى كلمة اليوم. أول رأي إنها أيام حقيقة حقيقية كل منها 24 ساعة، وأصحاب هذا الرأي يقولون الله قادر على كل شيء. تاني رأي، وده بصراحة كنت أنا بميل ليه، إنها حقبات زمنية لا نعرف مقدارها، فقد تطول لتصبح آلاف السنين من آلاف الملايين من السنين، وهذا الأرجح في كتاب التاريخ، إن الأيام ليست أيام الشمسية، فالشمس لم تكن قد خلقت في اليوم الأول. وفي نفس الوقت بدأ يسرد بعض الآيات اللي بتتكلم من ربنا عن اليوم. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. وهنا اليوم دوت ما كانش يقصد في النهارده أو أي حاجة، ولكن اليوم عند الرب كألف سنة أو ألف سنة كيوم. تمام؟ بالتالي قدرت أفهم من التفاسير ديت إن رب خلق الدنيا ست أيام، بس اليوم مش 24 ساعة. خصوصاً إن عجبتني جداً جملة في التفسير بتقول إن إحنا حتى الآن في اليوم السابع عايشين لسه فيه، لغاية اليوم السابع لسه ما خلصش. فده خلاني أفهم، خلينا يعني اتقبل فكره ان ممكن يكون في عصور جت كتير قبل ادم، والعصور دي كان فيها دبابات تزوب على الارض زي ما قال الكتاب، ممكن تكون احد المخلوقات اللي موجوده شبه الانسان. فمن المنطقي ان ممكن يلاقي حاجه في جسمها في تكوينها في تكوينها العظمي شبه الانسان، ولكنها ليست انسان بالطبع، لان الانسان خلق وقت ما ربنا عمله ونفخ فيه أنف ونفس الحياة. بس ممكن يكون خلق مخلوقات في تكوين ليها علاقة شبه بالإنسان، ممكن يكون ليها آثار غير دلوقتي، ممكن تكون من مئات الآلاف السنين. تمام، من هنا أنا بدأت أحس إن الفكرة اللي بقولها دي من التفسير اللي بقول لحضرتك ده، بدأت أحس إن الفكرة دي ممكن تكون منطقية. تمام، بس مهما كانت الفكرة، يعني مهما كانت الدبابات التي خلقت التي كانت تطب على الأرض أو المخلوقات التي كانت موجودة على الأرض في هذا الوقت، مهما كانت شبه بالإنسان فهي ليست كالإنسان، وبعيدة كل البعد عن الإنسان، ولا يمكن تطورها حس بإنسان. الفرق بين الإنسان وأي حيوان آخر هو أن الإنسان على صورة الله، أي أنه عاقل، وربنا ادى العقل ده لينا، خلانا على صورته، خلانا احنا عاقلين، مش يعني عاقلين مفكرين. الحيوان ممكن يفكر بس برنج معين عشان ياكل ويشرب، لكن ما يبتكرش زي الإنسان. وإلا كان زماننا شفنا بعض من الحيوانات عندها القدرة على الابتكار دلوقتي، بس ده مستحيل، لأن الفرق ما بين يعني اقوى حاجه ليها شبه ما بين الانسان هو الشمبانزي او القرد. قريت مره في كتاب ان الفرق ما بين الانسان والقرد زي الفرق ما بين القرد وورقه الشجر، عمرهم مش معنى ان هم شبه بعض، معنى كده ان هم ممكن يتطوروا بعض. ضد طبعا فكره ان في حيوان ايا كان تطور بقى الانسان، ان الانسان خليقه منفرده ربنا خلقها بنفسه ونفس فيها عمل رسم الحياه. بس هو ده الفكره اللي جت في راسي ساعتها، فانا اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ شكرا لك استاذنا الكريم. وصرنا ممكن اكون بتكلم مع حد كذا حد مسلم، فمش حابب اقول كلام بقى، فارجو انك تصحح لي لو غلطت. المايك معاك استاذنا دكتور الباقي. اشكرك جدا عزيزي استاذ رسول الله جون، ربنا يباركك واشكرك على الكلام اللي بتقوله. والحقيقه هذا الايمان يوجد في سيكتور كبير جدا من المؤمنين الشرقيين من عشرات السنين، وده كان موجود وكانوا بينادوا بيه، وده كان أحد المحاولات للتوفيق مع الاعتقاد العام أو الخديعة العامة بأن التطور ده حقيقة وتم إثباته، يبقى إزاي نوفقه مع الكتاب المقدس. ودي محاولة من أحد المحاولات الكثيرة والنظريات اللي قلتها ملحوظة، لأن حضرتك ذكرت الأسماء. أبونا أنطونيوس فكري رائع جدا، وبتعلم كتير جدا من تفسيره وأنا لا أأتي في شيء، ومثله أبونا تدرس يعقوب ملط، ومثله المفسرين أيضا الغربيين في كنيسة الكاثوليكية والإنجليزية، بتعلم كتير جدا من آدم كلارك وجون جيل وغير وداربي وكل المفسرين دول، كلهم رائعين جدا، لكن مش معناهم إن هم تفسيرهم معصوم من الخطأ. فالحقيقة لما بيقول اللي يؤمن إن اليوم يوم حقيقي، يبقى ربنا لا يؤمن إن ربنا قادر على كل شيء. ليه؟
أنا أؤمن إن ربنا قادر على كل شيء، بل أؤمن إن ربنا قادر على كل شيء ويقدر إن هو يخلق كل شيء زي ما وصفه في 6 أيام. ده بل بالعكس. الحاجة التانية برضو في أحد المفسرين بدون ذكر أسماء مشاهير جدا، وقال هذا المقولة: أجمع الآباء على إنه اليوم ليس يوم ولكن اليوم حقبة. الحقيقة لقيت هذه المعلومة خطأ تماما. هذا المفسر رائع، أتعلم منه كتير جدا ومديون له بحاجات كتيرة، ولكن في المعلومة دي غلط. هل مثلا ممنوع عشان هو بتعلم منه كتير وبحبه جدا ومديون له بحاجات كتيرة اتعلمت منه، هل معناه ما اقولش ان هو اخطا في هذه المعلومه؟ فالحقيقه لما رجعت الاقوال الاباء لقيت العكس، اجمع الاباء بالادله، وجايب اقوال امثله من اقوال الاباء الكثيره جدا عن ان ايام الخلق ايام ليترالي، ايام بمعنى ايام بمعنى 24 ساعه، بمعنى ايام الخليقه اللي احنا فاهمينها بمعنى يوم اللي هو مساء وصباح، نور وظلمه، شمس وقمر، 24 ساعه. واللينك اللي نزلته لحضرتك يؤكد هذا الأمر. فإيماني بستة أيام الخلق هو ما أراه معلن بوضوح في الكتاب المقدس بعهديه، وما أجمع عليه آباء الكنيسة، ولما لقيت العلم يؤكد ذلك خلاص. بس العلم الملاحظ المختبر المتكرر بالمقاييس الحقيقية وليس الفرضية. أجي لحضرتك عند معلومة إنه ما هو الكتاب قال اليوم عند ربنا بألف سنة. ممكن تقول لي الكتاب قال اليوم عند ربنا بألف سنة فيه؟ في أيام الخليقة على الإطلاق لم يقلها، قالها سفر المزامير وقالها معلمنا بطرس الرسول أيضا، بس على إيه؟ على مجيء ربنا وليس على الخليقة. وألف سنة كيوم عند ربنا في مجيئه، وخاصة معلمنا بولس الرسول لما يوضحها إنه اللي بيتكلموا على تباطؤ مجيء ربنا، الذين يحسبون التباطؤ. ربنا ما جاش، هو فين؟ مش قال هيجي بسرعة؟ حكاية اليوم عند ربنا بألف سنة ده عن تباطؤ مجيء ربنا في مجيئه الثاني والأخير، وليس عن أيام الخليقة، ولا تمت لأيام الخليقة بأي صلة من قريب ولا من بعيد. الأباء اللي قالوا أيام الخليقة ستة أيام بمعنى أيامنا المعروفة اللي هو 6 أيام من الأسبوع أبو 7 أيام، وأكدوها بهذا المعنى بوضوح شديد جدا. هؤلاء قالوا بعض التأملات منها، وهتلاقي الكلام ده موجود عند اليهود والمسيحيين الآباء. قالوا إن زي ما ربنا خلق الخليقة في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، يعني خلق ربنا الخليقة حد 2 3 4 5 جمعة واستراح يوم السبت، فقالوا يبقى إحنا موجودين في يوم الراحة كتأمل، وليس معناه أن احنا موجودين في يوم يساوي أيام الخليقة كحقب. لم يقلوا ذلك على الإطلاق، ولا فين الحقب؟ يبقى الحقبة الأولانية خلق الله السماوات والأرض من 13.7 مليار سنة، والأرض من 4.6 مليار سنة، وتنافي أن بعدها الأرض اتخلقت الأول قبل النور. طبعا دي كارثة لوحدها، قصة تانية مش هدخل فيها الآن. والنور اللي اتخلق قبل الشمس والقمر ده كمان بالنسبة للتطورين ده كارثة تالتة مش هدخل فيها الآن. وكل دي كوارث لو هتماشى مع الحقب أصلا، بل مش 3 كوارث، ده أنا قدمت في الموضوع ده فوق 60 اختلاف ما بين اللفظ اللي بيقوله الكتاب المقدس واللي بيقوله العلوم في الحقب. لكن anyway، فحكاية إن احنا نعيش في يوم الراحة اليوم السابع قيل كتأمل، ولم يقال على الإطلاق كنفي إن أيام الخليقة 6 أيام، بل قالوها أيام الخليقة 6 أيام بالمعنى اليوم 24 ساعة. ولكن كما ربنا استراح في اليوم السابع وأحب الإنسان، إحنا موجودين في يوم الراحة كتأمل وليس كحقيقة. يوجد تأمل آخر على فكرة، قال عارف إيه هو؟ زي ما ربنا خلق الإنسان في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، إحنا نعيش 6000 سنة واليوم السابع اللي هو فترة الراحة اللي يستمر إلى الأبد، اللي هو في الحياة الأبدية. دي قالوها بعض اليهود على فكرة. لكن آجي للنقطة المهمة، إنه مخلوقات تشبه الإنسان اللي هي نص إنسان نص قرد، اللي هي الحفريات المزعومة المقدمة. الحفريات دي للأسف لو كان اتدرست من الكنيسة
من العلماء المسيحيين بالتفصيل كان عارف ان هي مزورة. فانا حتى مش محتاج ان انا اقول يبقى ربنا خلق كل شيء بما فيها الكائنات وتطور شغال في الحقب لغاية دوبك من 6000 سنة خلق الإنسان. لا طبعا. وهقول لحضرتك إيه؟ هل فعلا ربنا خلى الموت والوقت يفضلوا يطوروا الكائنات القردة لغاية ما وصلت قردة حلوة ومسمسمة وقربت قوي 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 من الإنسان، وفجأة ربنا اختار قرد حلو ومسمسم حسن صورته شوية صغيرة وخلاه آدم وخلقه كآدم؟ ملاحظة إن هذا الأسلوب قاسي جدا، وهقول لحضرتك ليه. لو التطور شغال يبقى الموت شغال من قبل، بل بالعكس أسلوب الخليقة والتصميم هو عن طريق العذاب والصراع والبقاء للأصلح أي الموت. يبقى الآلة اللي استخدمها ربنا هي الموت. تخيل ربنا أسلوب الخلق بتاعه يكون الموت والعذاب والصراع، survival of the fittest. لو هنتكلم إن كل حيوان فضل على صورته، طب ليه ربنا يخلق الديناصورات وتندثر الديناصورات قبل ما يخلق الإنسان؟ إذا كان هدف ربنا من الخليقة كلها هو الإنسان، زي ما قال لذاتي في بني آدم، السماوات سموات الله أما الأرض أعطاها لبني آدم، زي ما قال في سفر المزامير. فالأرض اللي ربنا أعطاها لبني آدم، يخلق الأرض من 4.6 مليار سنة ويخلق عليها حيوانات، يبدأ الأول بالبكتيريا، بعد كده يخلق بعدها ب 2 مليار سنة ذات الخلايا المعقدة، بعد كده بمليار ونص سنة تاني يخلق الخلايا الحيوانية، بعد كده بفترة طويلة قوي يبتدي يخلق الكائنات البحرية عديدة الخلايا في الانفجار الكامبري من 530 و520 مليون سنة، بعدها بكام 100 مليون سنة يبتدي يخلق الكائنات البرية، بعد كده لغاية من 5 مليون سنة يبتدي يخلق، أو من 6-7 مليون سنة يبتدي يخلق القردة، لغاية ما يجي يخلق الإنسان أدوبك أو الهومو سيبيان من 300 ألف سنة بس. الأرض اللي أعطاها لبني آدم، عمر الإنسان على الأرض لا يوازي شيء من عمر الأرض، ونقول في الآخر الأرض أعطاها لبني آدم، أعطاها له الباخر. ده أنت لو بتتكلم على اللي هي 24 ساعة، لو حولنا عمر الأرض 4.6 مليار سنة كما لو كان يوازي 24 ساعة، يبقى الإنسان كل اللي عاشوا على الأرض 4 ثواني يا راجل، 4 ثواني بس من 24 ساعة. وأقول الأرض عملتها عشان خاطر الإنسان، وإحنا عارفين إن الخريقة قربت تخلص وهي كل اللي تسويه 4 ثواني من 24 ساعة. ده الماملز كلها ما تتعداش 4 دقايق، الماملز كلها. يبقى ازاي الارض عطاها لبني ادم عشان خاطر 4 ثواني، وقعد 23 ساعة 59 دقيقة و56 ثانية قاعد بيتفرج على الارض ولسه الانسان ما جاش؟ ارضية دي اللي عطاها لبني ادم، وديناصورات تطلع وديناصورات تندثر وخناقات وموت وتدهور ومصايب، ولسه الانسان اللي الرب عامل الارض عشانه لسه ما طلعش. ده احنا نؤمن ان الانسان هو الماستر بيس اللي خلقه ربنا. فانا لا اؤمن ان يوجد مخلوقات تشبه الانسان عملها الله، وعشان كده بتكلم على الحفريات ان هي مزورة جدا. وده اللي بوضحه في هذه السلسلة بالأدلة العلمية بالتفصيل. فمرة تانية احترام كبير جدا لأبونا أنطونيوس فكري، على راسي من فوق، بل جزمته فوق راسي من فوق، لأنه حقيقي بتعلم منه كتير ومن تفسيره كتير جدا وبستعين بتفسيره كتير جدا، ولكن في هذه النقطة أختلف معه. ده باختصار شديد، وعندي في المقدمة اللي حطيتها مقدمة سلسلة الرد على الإلحاد والتطور بدل الدليل مئات ليه بختلف مع هذا التفسير ومحاولات التماشي مع قدم عمر الأرض والتطور بأي أسلوب من أي نظرية من أي النظريات. ولذلك قدمت 60 اعتراض للي بيحاولوا يتماشوا مع التطور والحقب مع خليقة الإنسان والستة أيام. قدمت 60 اعتراض، واللي شايف أن أنا اللي غلطان ما عنديش مشكلة أعتذر، بس يردل على 60 اعتراض دول. باختصار شديد، لو أنت بتقول اليوم حقبة،
حلو، ما عنديش مشكلة، عشان تتماشى مع الحقب بتاعة التطور والعمر والكلام ده كله. إزاي الأرض خلقت في أول حقبة، رغم أن التطور بيقول الأرض اتخلقت في آخر 4.6 من 10 مليار سنة من 13.7 من 10 مليار سنة، يبقى إزاي ده حقبة؟ النور اللي وجد، لأن النجوم وجدت قبل ذلك، ده النجوم الجيل الأول الفيرست جينيريشن ستارز والسكند جينيريشن والثيرد جينيريشن، نجوم الجيل الأول والثاني والثالث، يعني النور موجود من زمان قوي. إزاي ربنا بعد ما خلق الأرض خلق النور؟ ده لسه ما دخلتش في الشمس اللي هي مفروض تكون موجودة قبل الأرض، إزاي إن هي موجودة بعد الأرض؟ وإزاي ربنا يقول فصل الأرض خلقت من البداية مغطاة بالمياه، وهم بيقولوا الأرض عبارة عن تجمع من حاجات منصهرة سخنة في طرف السحابة السدمية اللي كونت الشمس، وبردت تدريجيا، يعني عمر ما كانش فيها نقطة مية، والمية جت لها من الفضاء. طب لو حسيب ده كله وحتماشى ستيل مع الحقب، ولسه كنت بتكلم من شوية صغيرة، طب يبقى الترتيب اللي موجود في سفر التكوين غلط، لما قال النباتات في الحقبة التالتة والحيوانات البحرية في الحقبة الخامسة والحيوانات الأرضية في الحقبة السادسة. ما ينفعش، لأن النباتات كلها بكل أنواعها والزهرية والسمرية يعني اللي هي كل المملكة النباتية بكل تنوعها خاصة الأرضية، لا دي جت بعد بداية المملكة الحيوانية في المياه. النباتات بعد الحيوانات ب 150 مليون سنة طلعت على اليابسة، وكانت الحيوانات وجدت في المياه. فما ينفعش يكون الحيوانات بدأت تملأ المياه في الحقبة الخامسة والنباتات في الحقبة الثالثة، ده كده عكس. والطيور اللي طلعت في الحقبة الخامسة قبل الزواحف، لا التطور ينادي بالعكس، التطور ينادي ان الطيور طلعت من الزواحف، يعني الطيور المفروض تكون جات في الحقبة السادسة والزواحف قبلها، وده عكس اللي بينادي به الكتاب المقدس، وهكذا. وأنا زي ما بقولت قدمت فوق 60 اعتراض، اللي يشوف انه عدم الايام الخلق مش 6 ايام هم الحقب يردين على 60 فرضية دول، 60 اعتراض دول. ربنا يبارك حضراتكم، انا باخد كلام الكتاب المقدس ودي اللي بذكرها باستمرار. ربنا كان عارف في يوم من الايام زي ما قال معلمنا بطرس الرسول ان هيجي الناس اللي ترفض وينكروا ان الارض خلقت من المياه وبالمياه، وهيجي ناس ينكروا ان المياه دي غرقت الارض، قالها معلمنا بطرس الرسول، هيحصل في اواخر الايام، وادي احنا اللي موجودين فيه، ويسخروا من اللي يقول الكلام ده اللي بيقوله الكتاب المقدس. مش ده اللي قدام حضراتكم؟ وللاسف احنا بنحاول نتماشى معاه. آسف طولت في النقطة دي، سامحوني جدا. أشكرك جدا عزيزي أخويا الحبيب أستاذ رسول الله جون، ولكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ومش معناه أن أنا بختلف في هذا الأمر معناه أن أنا بهاجم إيمان حد، لا دولة بنختلف في النقطة دي بس فكريا أو مفهوم، لكن طبعا إيمان هؤلاء أحسن مني بكتير وأفضل مني بكتير، وأنا ما جيش فيهم حاجة. ربنا يبارك حضرتك. الحقيقة فضلنا خلاص 40 دقيقة، فكان نفسي أكمل بقية الأسئلة ولكن الوقت مش مكفي، فأعتذر وبشدة، سامحوني. ربنا يبارك حضراتكم، نتوقف عند هذا المقدار لأنه عندنا موضوعين كده، موضوع فرعون الخروج ولماذا لم يذكر اسمه، وموضوع هل نصلي باختصار أم باستمرار، ولكن الوقت مش هيكفي، فاسمحوا لي أجل الموضوع دول الأسبوع الجاي. نحاول ناخد موضوع فرعون الخروج وهل نصلي باستمرار أم باختصار، هل بلجاجة أم فقط باختصار شديد بدون تكرير. فآسف، وأدخل في التعليق على الأحداث علشان ضيق الوقت، لأنه طولت قوي في فترة الأسئلة. أكشولي تعدينا وصلنا ساعتين ونص في الأسئلة، فيمكن فترة الأسئلة النهاردة كانت رائعة جدا لكن أخذت كل الوقت للأسف، لكن أخذت بركة كبيرة وتعلمت من حضراتكم.